بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة طبعا شهر رمضان، خلاص الأيام بتجري، النهاردة 13 رمضان، داخلين على نص الشهر. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وربنا يرفع عننا البلاء والوباء. نتمنى يا رب السلامة لكم جميعا. بنرحب بيكم النهاردة في جيو نايت لايف، زي ما حضراتكم شايفين كده، مع شخصية مميزة جدا النهاردة إن شاء الله، وهو دكتور علي بكر. طبعا هو غني عن التعريف بالنسبه لناس كتير مننا. بنرحب بيكم النهارده. البرنامج النهارده المميز اللي موجود بنقدمه من خلال اس اي جي طنطا ستودنت شابتر، هو برنامج زي ما الشباب بيقولوا عليه امسيات رمضانيه مع اس اي جي طنطا. فانا برحب بيكم معانا في البرنامج ده النهارده. طبعا الشباب دايما بيحاولوا ان هم يعملوا افكار كرياتيف، افكار جديده، يقدموا دايما الجديد، بسم الله ما شاء الله عليهم. يعني من بداية شهر رمضان جات لهم فكرة إن هم يعملوا أمسيات، إن هم يعملوا لايفز. زي ما حضراتكم عارفين إن إحنا من بداية ما دخلنا في الأزمة اللي إحنا فيها دلوقتي، وقرار تعليق الدراسة ومنع التجمعات، كل الستودنت شابتر في مصر بتحاول إنها تعوض النقص اللي حصل ده بإنها تعمل الحاجات اللي هي المفروض تتشرح دي تبقى موجودة أونلاين. بدأوا بالفعل يعملوا زي الشابترز الكتير ما بتعمل، بس هم قرروا إن اللايف المرة دي يبقى مميز شوية، موجود بشكل مختلف. فانا في البدايه لازم اشكر القائمين على البرنامج ده. هو تقريبا ده على حسب ما انا فاكر، ولو المعلومه غلط ممكن حد من التيم يصححها لي، ان ده تقريبا اللايف الرابع خلال شهر رمضان، وطبعا موجود معاكم النهارده بشكل مميز. فانا حابب في البدايه اشكر القائمين على البرنامج المميز ده، من الشباب اللي هم زي ما نقول كده المستقبل ان شاء الله، اللي هم موجودين في الشابتر. حابب اشكر طبعا على رأسهم همسه فريخه وابراهيم راضي وسامر الصواف وهند بكش طبعا، وبقيه الشباب الموجودين في الشابتر اللي هم كانوا من بدايه ما همسه تواصلت مع دكتور علي وطلبت منه الطلب العادي التقليدي اللي اي حد بيطلبه من اي انستراكتور يعمل لنا سيشن في التكنيكال. بس طبعا دكتور علي ربنا يجزيه خير، طبعا مغطي كل المواضيع التكنيكال، سواء المحاضرات اللي مسجلها في الجامعه او المحاضرات الزياده اللي نزلت مع كنا زيك. يعني تقريبا مش سايب موضوع خالص في الاستاذ انتربريتيشن الا ما هو مغطيه. فكانت الفكره لما همس عرضت عليه ان احنا بسبب الازمه اللي احنا فيها بتاعه البترول، ازمه تعليق الدراسه، الناس اللي في سنه رابعه ومش عارفين هيمتحنوا امتى، الطلبه تايهه، طبعا في الوقت ده لازم تاخد الخبره بتاعتك من حد اهل للخبره، وتاخد الخبره بشيء من الحكمه شويه. فاحنا ما عندناش اكتر طبعا من وجود حد زي دكتور علي معانا، وطبعا بشكرهم. كانوا لسه في بدايه شهر رمضان كان موجود معاهم برضو حد من القامات الكبيره الموجوده في المجال، وهو دكتور حاتم فاروق. فانا برضو بشكره من خلال اللايف ده، بشكرهم وبشكر دكتور علي على استجابتهم على استجابته للدعوه بتاعتهم ان هو يبقى موجود معانا. بشكرهم ان هم اقنعوني بالفكره الجميله، وان احنا نستخدم التكنولوجي الجديده الكويسه قوي دي. طبعا لما همسه في البدايه تواصلت معايا وقالت لي عايزين نعمل الفكره اللي حضرتك شايفينها دي، انا ما كنتش مقتنع بيها او ما كنتش متصورها. فبعتت لي لينك لفيديو كان لسه معمول من ايام، ممكن تكون حضراتكم شفتوه، كان لايف بين مستر سمير عبد المعطي ومستر مروان نصار. الفكره كويسه جدا، انا عجبتني على المستوى الشخصي واستفدت جدا باللايف، برغم ان هو كان اكتر من ساعه ووصل لساعه ونص، كنت مستمتع بيه جدا. وده لسبب ان الانستراكتور والضيف او حتى اللي هو بيستضيفه بيلقوا عليه الاسئله مركزين، يعني حد مسؤول ان هو يقول الاسئله والضيف عشان نستفيد من وقته. زي ما حضراتكم عارفين ربنا يبارك فيهم، وقتهم بيبقى محدود جدا، بنحاول نستفيد على قد ما نقدر من اسئلتهم. فالفكره عجبتني جدا، ابتدينا ندور عليها تتعامل ازاي. بشكر من خلال برضو اس اي جي طنطا صديقي وصاحبي باشمهندس مصطفى صبحي، هو طبعا ساعدنا في الحاجات التكنيكال، هو معيد في الجامعه الامريكيه في كليه هندسه بترول. فانا بشكركم الناس القائمه على البرنامج الجميل ده. بشكر دكتور علي على ان هو اداني الفرصه ان انا ابقى موجود معايا في اللايف ده، حاجه طبعا تشرفني وحاجه تضيف لي، يعني عايز اقول ان انا احطها في السي في بتاعي مجرد تواجدي مع حضرته. يعني طبعا بتوجه تاني وتالت بالشكر لدكتور علي. طبعا دكتور علي بالنسبه لناس كتير زي ما بنقول كده اشهر من نار على العالم، يعني مش محتاج حد يعرفه. بس للي ما يعرفش دكتور علي، دكتور علي بكر طبعا من احد الرواد والقامات اللي موجوده في مجال الهيدروكربون اكسبلوريشن على مستوى مصر بدون مبالغه. دكتور علي حاليا هو رئيس مجلس اداره لشركه روكشير للخدمات البتروليه والموديلنج. دكتور علي طبعا خلال مسيرته اشتغل في شركات كتير، منها الحكومه ومنها الانترناشونال، ابتدى كجيوفيزيست في الشركه العامه، واشتغل برضه سينيور جيوفيزيست في شركه فيليبس وغيرها في شركه اباتشي. وطبعا كانت نهايه مسيرته كان في الريجنال اكسبلوريشن في شركه شيل.
فانا برحب بدكتور علي، برحب بدكتور علي تاني، وبرحب بيكم المتابعين، واتمنى يا رب ان انتم تستغلوا الوقت اللي هو موجود فيه معانا. وهسيب الكلمه لدكتور علي دلوقتي يرحب بحضرتك. اتفضل يا دكتور، اهلا بحضرتك. السلام عليكم جميعا، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يجعل أيامكم كلها خير. ومتشكر جدا على إتاحة الفرصة ليا إن أنا أقدر أخدمكم وأرد على أسئلتكم، وفي نفس الوقت نتعلم منكم. على فكرة إحنا بنتعلم من بعض، صحيح أنا بقالي 40 سنة في البيزنس، لكن ما زلنا الواحد بنتعلم من بعضنا. فربنا يقدرني واقدر افيدكم النهارده. مره تانية متشكر جدا على الفرصه، وانا تحت امركم في اي حاجه، سواء في كان السيشن ده ان شاء الله يبقى سيشن باذن الله مربح وتستفيدوا منه باذن الله، ولو حبيتوا تكرروه من مره واثنين وثلاثه انا ما عنديش مشكله خالص. ان شاء الله ربنا ييسر واقدر اقدم باذن الله ان شاء الله. يلا بينا. بنشكر دكتور علي. طبعا دكتور علي ما بيتاخرش عن حد، سواء طالب خريج، طالب ماجستير، طالب دكتوراه، ربنا يا رب يجزيه خير. وهنبتدي ان شاء الله مع الاسئله اللي حضراتكم كنتوا اوريدي سجلتوها مع الشباب في الشابتر، الدكتور علي هيجاوب عليها. وطبعا اي حد عنده اي سؤال هيسيبه لنا في الكومنتات، والشباب هيوصلوا لنا ان شاء الله نجاوب عليه في الاخر. وهنبتدي في الاسئله مع دكتور علي. كان اول سؤال يا دكتور وصل للشباب على الشابتر، كان هو تكنيكال شويه، حد بيسال عن الـ idea of fluid substitution in rock physics. طيب، هو طبعا ده السؤال المفروض يجي في نهايه التكنيكال، يعني الناس اللي اشتغلت سايزميك انتربريتيشن، ده السؤال يجي في اخر حاجه خالص في الانتربريتيشن فلويد سبستيوشن. انا احاول ابسط المعلومه شويه علشان الزملاء اللي هم ما عندهمش فكره عن السؤال يبقوا اوير بيه. دلوقتي انا لو اخدت موديل بسيط قوي، لو اخدت سيكنس من الساند سي 10 متر ساند وحطيت فيهم جاس، واخدت 10 متر ساند زيهم بالظبط بنفس البوروزيتي بالظبط وحطيت فيهم اويل، واخدت 10 متر 30 وحطيت فيهم ميه، وغطيتهم من فوق ال 10 وال 10 وال 10، غطيتهم من فوق بشيل وتحتيهم بشيل مره تاني، يبقى عندي 10 متر ساند مره فيهم جاس ومره فيهم اويل ومره فيهم ميه، متغطين بشيل من فوق وشيل من تحت، وبعت لهم موجات سازميه سايزميك، هيحصل ريفليكشن في كل حاله منهم. هل السؤال الاجابه بتاعت السؤال ان انا الريفليكشن اللي هينتج من الثلاثه هيبقى زي بعض، نفس السكنس نفس السان نفس البوروزيتي مع فرق الفلويد، فلويد مره كان غاز ومره كان اويل ومره كان ماي؟ الاجابه طبعا لا، الريسبونس بتاع الارض لينا في الريفليكشن مش هيبقى هو واحد. ليه؟ معتمد على ايه؟ معتمد على الروك بروبرتيز. الروك لما بنحط فيه فلويد بتتغير البروبرتيز بتاعته. يعني لما بنحط فيه فلويد، الفلويد كلمه فلويد هنا معناها جاس او ميه او زيت، كلها فلويد. اول ما احط فلويد جواه تتغير الروك بروبرتيز دي نفسها بتاعته، يقوم يديني ريفليكشن شكل مختلف من واحده الى اثنين الى ثلاثه. جميل؟ طيب افرض انا عندي بير، والبير ده انا اللي حفرته لقيت فيه ال 10 متر دولت بالشيل بتاعهم وبالجاس بتاعهم، فانا سجلت في البير الروك بارامترز بتاعت الريزرفوار ده، مش كده؟ طيب السؤال دلوقتي، هل يا ترى لو انا شلت الافكت بتاع الفلويد ده بدل ما هو جاس حطيته اويل هشوف سايزمك مختلف؟ اه هشوف سايزمك مختلف. انا بقول للكمبيوتر الكلام ده، بقدر اقول له ايه رايك لو انا شلت منك الجاس وحطيت مكانه زيت، وريني الريسبونس بتاعك ده، سبستيتيوت تبديل. على الكمبيوتر نقدر نعمل الكلام ده، ابدل الزيت بجاز، ابدل الجاز بميه. ده مش كده وبس، طب ايه رايك البروزتي 15%؟ ما تيجي نخليها 25%، الريسبونس هيبقى ايه؟ طب بلاش البروزتي، ها الشيل كونتنت شويه الساند دول معاهم شويه شيل اتغيروا، هيديني ريسبونس ثالث او رابع مختلف. الله، كل ما بغير بارامتر جوه الروك بيتغير الريسبونس بتاعها، فده اللي بيسموه فلويد سبستيتيوشن. انا بشيل الفلويد دي واحط مكانها فلويد تانية واشوف الريسبونس بتاعها. ده نوع من انواع الموديلنج. ها الفلويد سبستيتيوشن ده نوع من في اكسبكتيشن، في بريدكشن لي اواي فروم ده من البير. يعني انا عندي البير عندي اوريدي سيجنتشر للساند بالجاس اللي فيها. طب بره البير لو الساند دي بقت جواها اويل، يا ترى شكلها بعمل ايه؟ اقدر اعمل اكسبكتيشن ده واقارنه بالموديل واقارنه باللي موجود عندي في السايزمنت، واقدر اعرف الديسكان ده لو كان زيت هيبقى شكله ايه، لو كان ميه هيبقى شكله ايه، وده اللي بيسموه فلويد سبستيوشن، معتمد تماما على الفيزيكال بروبرتيز اوف روكس. تمام يا دكتور، تمام يا دكتور.
السؤال الثاني كان حد برضه بيسأل idea of spectral decomposition tool to detect channel. كويس قوي، دي برضو عمليه سهله خالص. في عالم اسمه نايجل انستي، راجل قديم قوي كده وله فيديوهات مشهوره لو هتدوروا عليها على النت، واللي عايزه ممكن يقول لي وانا اديها له. اي اتش ار دي سي، انترناشونال هومن اند ريسيرش ديفلوبمنت كوربوريشن. الراجل ده زمان قوي من اكتر من 20 سنه قال ايديا كويسه جدا. قال ايه؟ لو انا عندي ساند وعندي شيل وعندي لاترال تشينج في الفيشز لاترالي من الساند الى شيلي ساند ثم الى ساندي شيل ثم الى شيل. شوف ازاي بقى، يعني نسبه الشيل بتروح ناحيه الشمال تزيد، نسبه اليمين الساند بتروح ناحيه اليمين تزيد، وفي النص شيلي ساند او ساندي شيل على حسب انت اقرب منين. قال انك انت لو بعت مواجهات سيزميه للليثولوجي ده وشفت الريسبونس بتاعه هتلاقيه مختلف عند كل واحده من دول في اللاترال تشينج من شيل الى ساند، بالذات في الكلاستكس هتلاقي في تغير في الامبليتيود نفسها، مش الامبليتيود بس، الكونتنت بتاعت الفريكونسي اللي موجوده في كل واحده. يعني ايه؟ يعني انا شايط مثلا من 10 ل 60 هرتز، انا جايب سورس يديني من 10 ل 60 هرتز، ده اللي انا شايط بيه. ال 10 60 هرتز دول نزلوا للكل تحت، يقوم الحته بتاعت الساند تمتص شويه من الفريكونسيز دي وتديني شويه، الحته اللي جنبها اللي فيها ساند شيل تمتص شويه مختلفين وتديني شويه مختلفين، لغايه ما اوصل للشيل يمتص شويه مختلفين خالص ويديني شويه مختلفين خالص. الله، طب لو انا قدرت اعرف اللي امتصه ده قد ايه واللي اعطاني منه كتير قد ايه والتاني اللي امتصه قد ايه واللي اعطاني منه كتير، فرق الامتصاص والعطاء منهم اقدر اعمل افرق ما بين الساند وما بين الشيل. دي اللي قاله نايجل انسي كبدايه خالص، كفكره بسيطه جدا. طبقنا بقى الكلام ده ازاي على نقول سبكترال ديكومبوزيشن. اسمع لكلمه سبكترال ديكومبوزيشن، سبكترال اللي جايه من الطيف، ها، ديكومبوزيشن تفصيص، ها، يعني كومبوز يعني يكون على بعض، ديكومبوز يعني يفصلهم عن بعض. طب سبكترال معناه ان انا في عندي طيف، معناه ان انا عندي ديفرنت فريكونسيز محطوطين مع بعض، اعمل لهم ديكومبوزيشن يعني حللهم عن بعض. يعني انا عندي من 10 ل 60 هرتز، اقول اه طب تعالى نشوف ال 11 فيه وال 12 وال 13 هرتز وال 15 وال 27 وال 29 لغايه ما اوصل ل 60، انا كده عملتهم دي كومبوز. الله، يعني الفوليوم الواحد اللي هو من 10 ل 60 من السايزمك ده اقدر اقسمه لقد ايه؟ 50 فوليوم او 51 فوليوم، لو قلت من 10 ل 60 هيبقى 51 فوليوم، 51 فوليوم، كل فوليوم منهم يونيك فريكونسي، يبقى عندي فوليوم كامل من السايزمك التردد بتاعه 10 هرتز، عندي فوليوم تاني التردد بتاعه 11 هرتز، عندي فوليوم تالت التردد بتاعه 55 هرتز، وهكذا لغايه ما اوصل لل 51 على بعضهم 51. قلت 51 ليه؟ عشان ابتديت ب 10 وانتهيت ب 60، لو انت عديتهم كده هتلاقي 51 فوليوم. فالسبكتر ديكومبوزيشن بيعمل ايه؟ يجي محلل دول الى 51 فوليوم، وبعدين عند التارجت، عند الاريا في الدبس بقى، في الـ في الـ في, الـ في التايم دومين، يعني عند الاريا اللي انا بدور فيها على على شانل باخد تايم سلايس. كويس، تايم سلايس في ال1 هرتز، سوري في ال10 هرتز، وتايم سلايس عند نفس التارجت ده في ال11. ابتدي اشوف، هبص الاقي في فرق عند فريكونسي معين، ابتدي اقول في فيتشر ابتدت تبان، الفيتشر انا شاك فيها ابتدت تبان فيها، يبقى انا الفيتشر اللي هتطلع دي هتلاقيها هي عباره عن التشانل وانا شايفها في التايم سلايس بتاعتي. طيب بنعمل ايه بقى؟ طب همشي على الفوليومز كلها، افرض ان انا لقيتها مثلا في 15 هرتز ولقيتها في 29 هرتز ولقيتها في 10 هرتز، يبقى في ثلاثه فوليوم، الثلاثه دول مبينين التشانل بتاعتي دي. بنعمل حاجه اسمها كالر بليندنج، بليندنج يعني خلاط بنخلطهم على بعض. فبقول ايه؟ ال 10 هرتز انا هدي له الوان اللون الاحمر بتدرجاتها، اللي هو ال 10 هرتز القوي جدا ياخد الاحمر الجامد قوي، تمام، وبعدين ال 10 هرتز الضعيف ياخد لون احمر بس اقل، ها، ريد جرين بلو، ثلاثه ريد جرين بلو، وبعدين اخد الجرين ادي له لفريكونسي ثانيه، واخد البلو ادي له فريكونسي ثالثه على بعضه، وبعدين اعمل ايه؟ اخد الثلاثه مع بعض احطهم في فوليوم واحد، يبقى عندي فوليوم من السايزمك ما فيهوش الا ثلاثه فريكونسي بس، متلونين بثلاث الوان اللي هي ريد جرين بلو اللي هي بيسموه الكالر بليندنج، واحط قدامي واختي تايم سلايس، ساعتها بتظهر التشانل كلير جدا جدا. وانا عندي هعمل لكم شير دلوقتي بسيطه قوي بمنظر من البيبر القديمه قوي بتاعت بي بي اللي حاطين فيها الكلام ده، حالا هعمل لكم شير ليها.
هل شايفين ابتديت تشوف الشير دلوقتي؟ شايفين ماي ديسك توب؟ تمام يا دكتور. فاهمين؟ اللي على شمالك ده انا بحاول اشاور عليه اهو، ده عباره عن ايه؟ عباره عن سبكترا دي كومبوزيشن، ده السايزميك بتاعي، وبعدين اخدت عليه جيت، الجيت ده تقريبا ممكن يكون 120 مللي سكند فوق، الجيت ده الويندو دي تشمل الحته اللي انا شاكك ان فيها شانل، فباخدها واطلعها بره الفوليوم عشان ما اشتغلش على الفوليوم كله، وبعدين اعمل فيها التحليل ده، وبعدين اطلع 3 هرتز زي ما انت شايف، الريد اعطيته لل 60 هرتز، والجرين اعطيته لل 50 هرتز، والبلو اعطيته لل 40 هرتز، وبعدين عملت ما بينهم كلر بليندنج، وطلعت فوليوم بليندد خلاص مع بعض، وبعدين اخدت فيه تايم سلايس، ابتدت تسهل لي تبان لي على طول الايه الجيومتري بتاعت التشانل بتاعتي دي، وفكرتها بسيطه جدا، وبتترن على الكمبيوتر في 10 مينتس، يعني انت في 10 مينتس تقدر تشوف التشانل بتاعتك زي ما انا شايفها هنا، او زي ما الجماعه بتوع بي بي ما هم عندنا في الحته دي. والحاجات دي مشهوره جدا في النايل دلتا، كل الزملاء اللي بيشتغلوا في النايل دلتا لابد ان يبقى عارف الايه الكلام ده كويس قوي. تمام يا دكتور. خليني بقى اعمل ان شير مره تانية، مش كده؟ حضرتك افتح الفيديو بس. تمام كده؟ تمام يا دكتور. السؤال الثالث، في واحد بيسأل على الفور دي سايزميك يعني ايه، والارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج بستخدمه ازاي في الاويل والجاز اندستري. طبعا سؤال كبير جدا يعني. جميل، هو السؤال سؤالين، ها السؤال الاولاني وهو كلمه 4 دي. طيب تعالى الاول سيبك، خلينا نبتدي من الثلاثه وبعدين نروح للاربعه. ها ال 3 دي عارفينه 3 دي سايزميك، تمام. غير ال 2 دي سايزميك. ال 2 دي عشان ناخدها من البدايه خالص، 2 دي سايزميك بلاقي السورس والريسيفر فيرتيكالي ككروس سيكشن على نفس اللاين، يعني لو انا دلوقتي بتفرج، ولو انا راكب سجاده علاء الدين زي ما بقول وبتفرج على الارض من فوق، هشوف السايزميك لاين عباره عن خط. لو انا ببص من الطياره على السايزميك لاين، عباره عن خط. الخط ده في السب سيرفيس عباره عن كروس سيكشن، مقطع راسي في السب سيرفيس. المقطع الراسي في السب سيرفيس ده السورس والريسيفر على نفس الخط. لو انا ما زلت بتفرج من الطياره، السورس والريسيفر الاثنين الايند على نفس الخط. الناتج من دول 2 دي سايزميك لاين. زي شريحه الجبنه الرومي كده، لما تاخدها من القرص الجبنه الرومي تطلعها بره، ده عباره عن كروس سيكشن. اللي بناخده من الارض شريحه جبنه روني بس من الارض، بناخدها ونطلعها، وهو ده ال 2 دي. في حاله ال 3 دي لا، انا بحط على الارض بقى، وانا جاي من الطياره بقى برضه ببص كده على الارض، هلاقي انه الريسيفرز بتاعتي مرصوص على الارض بشكل مربع او بشكل مستطيل. تمام؟ يبقى اريال واخده مساحه، غير في حاله ال 2 دي واخده نقطه، دي واخده مساحه. وانا بشوط فين بقى؟ بشوط جنبها. الله، بشوط جنبها يعني ايه؟ يعني كل السماعات بتسمع وهي في الوضع الافقي ده، يبقى اذا بمود انا بشوط عمودي عليها، ما بشوطش ايه في نفس الليفل بتاعها. تمام؟ فالتصوير اللي بينتج منها، بنصور الارض في السب سيرفيس في 3 دايمنشن. الناتج بتاعها ان انا كاني بالظبط جبت بطيخه وقطعتها، اخدت اربع تربع منها وطلعت اللي جواها بره. هو ده بالظبط، فده 3 دي يبقى اسمه مجسم. الفرق بينه وبين ال 2 دي ان الشوتنج بيربنديكولار على الريسيفر. في حاله ال 2 دي الريسيفر والشوتنج الاثنين في نفس البليد. طيب امال البعد الرابع ده بقى جه منين؟ ها؟ جميل جدا، انت عملت الكلام ده في سنه 60، 1960 ما كانش في 3 دي، ها؟ انما هنقول كده ماشي، ها؟ يعني قول 1960 عملت 3 دي ولو انه ما كانش حاصل. طب وبعديها قعدت تنتج من الزيت اللي فيها 20 سنه. زي مثلا لو هتروح دلوقتي تشتغل في السعوديه، السعوديه بتنتج من حقل غوار بقى لهم مثلا 25 سنه او 30 سنه. طب هل مستوى الزيت في الحقل زي ما هو؟ لا، ارتفع، مش كده ولا ايه؟ الميه ارتفعت، وبالتالي الاويل ووتر كونتاكت ارتفع. طب لو انت جيت عملت 3 دي، كنت انت عملته من 20 سنه في نفس المكان، يبقى في بعد تاني انت اضفته اسمه بعد الانتاج الزمني. تمام. انت خدت 20 سنه تنتج، ايه اللي اتغير في الريزرفوار؟ تقوم جاي عامل 3 دي بنفس البارامتر، ثيوريتيكالي بنفس البارامتر اللي اشتغلت بيه قبل كده، وتشوف اللي اتغير فيه، فده بيضيف البعد الرابع، عشان كده بنسميها 4 دي. ها؟ ما عادش حد طبعا في العالم بيعمل 4 دي، ما حدش افورد الماني دلوقتي يعمل الكلام ده، الا الحقول الكبيره قوي اللي هي لما تعمل فيها اكتر من مره تقدر تغطي التكاليف بتاعتها. ده ال 4 دي.
اللو تكنولوجي طبعا بتاعته عشان تشوف الاول ووتر كونتاكت اتغير ازاي، بنسبه قد ايه، الريفليكشن حصل فيه ايه، الكلام ده كله. فبتدرس الجديد ويز ريسبكت للقديم اللي هو كان من 20 سنه. ده بالنسبه للفور دي. نيجي بقى للجزء المهم جدا واللي ايه اللي بيشغل تقريبا عقول كل الشباب دلوقتي، وهو الايه، الاي اي او الارتفيشال انتليجنس، وازاي بنستخدمه في التطبيقات بتاعتنا. الحقيقه يعني مش عايز اعمل دعايه، لكن احنا بنتعامل مع شركه من الشركات هي تعتبر البايونير في العالم دلوقتي، جيوفيزيكال انسايتس، وعندهم سوفت وير اسمه بارادايس. هو السوفت وير ده دلوقتي احسن سوفت وير بيعمل الحكايه بتاعت الارتفيشال انتليجنت ابلكيشن جوه الشغل بتاعنا. عشان ادي لك فكره، النهارده انت عايز تعمل دراسه على حقل وعندك عدد من الفاريبلز كتيره جدا جوه الحقل ده. افرض انك انت بتشتغل في استراتيجرافيك تراب اللي هي فيها فاريشن في البوروزيتي والبرميابيليتي هوريزونتالي وفيرتيكالي. انت عارف ان البرميابيليتي هوريزونتالي غير فيرتيكالي في البلاستكس، ولو بتاخد كربونيت تبقى مصيبه سوداء، هتبقى اكتر من كده بكتير. يبقى انا في عندي فاريشن لاترالي في كل الاتجاهات، ها يعني انت واقف في نقطه، على يمينك في فاريشن، على شمالك في فاريشن، قدامك في فاريشن، وراك في فاريشن. طب لو انت فورتيكال، فيرتيكال في فاريشن، تحتيك في فاريشن. الله، على الاقل في ست اتجاهات، على الاقل في ست اتجاهات من كل نقطه في عندك فاريشنز. انت كاكسبكتيشن مش هتقدر تتوقع الفاريشن ده شكله عامل ازاي. لكن انا لو انا علمت الكمبيوتر انه لما بقى الفاريشن بالشكل ده يبقى البروستي كذا، لما يبقى الفاريشن بالشكل كذا يبقى الشير ريشيو كذا، لما يبقى الفاريشن بالشكل كذا يبقى السكنس اتغير لكذا، واحفظهم له تمام، واجي اوري له بقى ايه، اشيل منه الكلام ده كله واقول له تعال قول لي هنا في ايه، انا علمته ذكاء اهو، مش كده، انا زكيته اهو، اللي هو اعطيته الموديل. النهارده انا عشان اعرف انك انت ابراهيم مثلا بعمل ايه، اول مره بشوفك بحدد ملامح عيونك، ده جوه دماغي، بحدد ملامح الشعر اللي عندك، بحدد طولك، مش كده. طب وتاني مره بتاكد من نفس المعلومه، بعد كده ثالث مره انا مش محتاج اقول ابراهيم عنده ايه، اول ما بشوف الشكل ده اقول ابراهيم، ولو عملت كده وشفت واحد شبه ابراهيم يبقى ده شبه ابراهيم. ده الذكاء بتاعي. احنا بنعمل الكلام ده مع الكمبيوتر، بنعلمه الكلام ده. ده محتاج قاعدة تعليم بسيطة على فكرة، ما هوش صعب خالص، ما تتخيلش انه صعب. وده يمكن من الحاجات اللي انا هتكلم عليها لما نيجي تقول احنا نعمل ايه بعد كده، ده ما فيش شغل. ده بيزك ملوش حل. وبرضه هوري لك مثال للارتفيشال انتليجنت وازاي بنستخدمه في توزيع البارامترز دي. هطلع معاك في اعمل لك سكرين شير بواحده من ال ممكن اكون قفلتها. طيب خليها في الاخر عشان ما نعطلوش، لكن anyway هخليها لكم في الاخر، بس فكروني ان انا ارد عليها عشان اوري لك. كنت عايز اوريك واحده من السلايسز ازاي احنا عندنا 10 ويلز اذر ويل بس مكررينه 10 مرات، وجوه الويل ده مغيرين السكنس بتاع الساند، ومغيرين الكونتنت بتاع الشيل مره، ومغيرين البروستي مره تمام، ومغيرين البرميابيليتي مره، وفي كل مره بنخلي الكمبيوتر يحسب لنا الريفلكشن اللي هينتج منهم والروك بروبرتيز اللي هتنتج منهم ونحفظهم له تمام. وبعدين نيجي نقول له طب تعالى بقى انت حفظت الكلام اللي فات ده، طب تعالى اطبق لي الكلام ده هنا. بيجي مباشره بدون النو تايم يروح يقول لي خلي بالك هنا في 50 متر، وهنا في 20 متر، وهنا في 30 متر، وهنا في 10 متر، هنا في بروستي كذا، وهنا في بروستي كذا. يعني اكوردنج لايه؟ اكوردنج للتحفيز اللي انا حفظته له، اللي عملته له زي ما انا بعمل بعينيا على صورتك قدامي بالظبط. ده اللي اسمه الارتفيشال انتليجنت او الاي اي اللي موجود. ده بيطبق مش بس في السايزميك، ده بيطبق في اللوجز. يعني على سبيل المثال افرض انك انت في الصحراء الغربيه وعندك حفرت مثلا لغايه ابو رواش، ابو رواش جي، والبير اللي بعده ابو رواش جي، والبيل اللي بعده ابو رواش جي، في الايه في البيزن دايت. باجي اقول للكمبيوتر اه خلي بالك التغير من اول ما تبتدي من الخوم لغايه ابو رواش جي اهو، ده مميز بالشكل ده على الجمري، ومميز بالشكل ده على السوني، ومميز بالشكل ده. واقول له خلي بالك الفاريشن اللي بيحصل في ابو رواش جي من الحته دي للحته دي كان نتيجه كذا، والفاريشن من الحته دي للحته دي كان نتيجه كذا، واسيبه. بعد كده لما اجي اعمل لوجز وما عنديش لوجز، سي ان انا ما عنديش سونيك، اقدر اعمل سونيك بالارتفيشال انتليجنس. صح بالظبط، طلع سونيك بالارتفيشال انتليجنس. ليه؟ انا هروح احفظه خلاص، هو هي نفس الفكره بالظبط.
أرجو أن أكون وصلت المعلومة ببساطة كده يعني. هي بتحتاج طبعا المعرفتين، معرفه بالتكنيكال والنون تكنيكال اللي هو بالسوفت وير نفسه، مظبوط انت لازم تكون عارف مظبوط، الاثنين. محتاج المعرفة دي، لكن ما تقولش وأنت في سنة أولى أنا ما أعرفش أعمل ارتفيشال انتليجنس، لا أنا آخد البيزكس بتاعتها إن بارلل، وأنا أنت في سنة ثانية وأنت في سنة ثالثة، آخد البيزكس بتاعتها ببساطة جدا، والكورسات أونلاين زي الرز. تقدر تاخدها ببساطه اونلاين ومن غير فلوس، على فكره في حاجات من غير فلوس، عشان بس ما حدش يقول ايه تماما، هندفع، لا مش هتدفع، لو عايز مش هتدفع. الناس تستغل الفرصة وتسجل الحاجات دي، بعد كده مش هتسمعوا الكلام ده يعني. في حد بيقول لو ناوي اشتغل في مجال السيزميك انتربريتيشن، ايه الكورسات عشان يعني ابتدي في المجال ده، يعني الكورسات اللي تغطي لي الموضوع البيزكس او ادفانسد، بحيث ان انا بعد كده لو تطلعات ان انا اشتغل في شركة انترناشونال اقدر اشتغل فيها. طيب صوابع ايدك الخمسه، في حاجات اللي هي البيزك، صوابع ايدك الخمسه لازم دول يبقى متوفرين عندك علشان تقدر تشتغل سايزميك انتربريتيشن كويس. ما ينفعش تشتغل سايزميك انتربريتيشن يكون عندك وانت انتربتر، ها ما ينفعش، خلي بالك الانتربتر على الاقل من نوعين لثلاثه، يعني في انتربتر بيعمل ستراكشر انتربريتيشن، وفي انتربتر بيعمل كوانتيتيف انتربريتيشن، هي كواليتيتيف انتربريتيشن، وفي كوانتيتيف انتربريتيشن اللي هو بيسموه الكيو اي، الراجل ده اللي بيستخدم الروك بروبرتيز والروك فيزيكس والكلام ده كله وكده ولا ايه، والاي في او والانفيرجن، كل التكنولوجي دي داخله تحت الكوانتيتيف انتربريتيشن. عاده مش هتلاقي جيوفيزيق يقدر يعمل كل حاجه، يعمل انتربريتيشن كلها وبعدين يعمل كمان كوانتيتيف انتربريتيشن، يبقى بارع في الاثنين لانها المجال واسع. فتخيل انك انت كانتربتر صعبه مش سهله انك تلم ده كله، فلازم تبقى اوغل فيه برفق، تاخدها بقى بالراحه خالص. فاصابعك الخمسه بتعني ايه؟ لو انت اتخرجت من الجامعه ومعاك الخمسه دول يبقى انت اون ذا رايت تراك، لو انت اتخرجت من الجامعه ومعكش الخمسه دول يبقى لازم تكملهم. في اتنين سبسيدري فوق الخمسه يبقوا سبعه، هنقول ايه هم الخمسه عشان تشتغل انتربريتيشن كويس قوي. اولا لازم يبقى عندك بيزك كويس جدا في الروك فيزكس كانتربريتر، لازم يبقى عندك بيزك كويس جدا في الروك فيزيكس والبرنسبلز بتاعت السايزميك، لازم تبقى عارف يعني ايه سايزميك، البرنسبلز بتاعته ايه، والروك فيزيكس عباره عن ايه، الاثنين دول ما بينفصلوش عن بعض عشان تقدر ليتر اون تشتغل كيو اي. الحاجه الثانيه الاستراكشر جيولوجي، لازم تبقى فاهم كويس جدا الاستراكشر جيولوجي وعند انهي ريجيم، مش بالاستراكشر جيولوجي عامه، يعني على سبيل المثال لو بنشتغل في مصر، مصر فيها الريفتنج كويس جدا كاكزامبل، وفيها الانفيرتد بيزن كويس قوي تمام، لكن ما فيهاش ريبريزنتيشن للثراست والاوفر ثراست. فلما هتروح تشتغل في باكستان ولا في ايران ولا في العراق هتتعرض لمين؟ للثراست. يبقى اذا انت دي معتمده انت هتشتغل فين؟ فهنخليها ستراكشر جيولوجي موجه مؤقتا. كويس؟ لازم يبقى عندك استراتيجرافي. عارف يعني ايه استراتيجرافي؟ يعني ايه سيكونس استراتيجرافي؟ ويعني ايه استراتيجرافي عموما؟ ها؟ من اول البومه كلاسيفيكيشن لغايه اخر الاستراتيجرافي والسيديمنتولوجي. وانا بقول استراتيجرافي سيديمنتولوجي الاثنين دولت مرتبطين ببعض كويس جدا، الراجل اللي هيشتغل في الكلاستيك غير الراجل اللي هيشتغل في الكربونيت تمام، لازم يبقى لامم الجزئيه دي. نمره خمسه واخر واحده البتروليوم جيولوجي، فالخمسه دول لازم تبقى لاممهم كويس جدا. طب مين الاضافيين بقى؟ الاضافيين وهم مهمين لكن ممكن تاخدهم بعد دول، يعني تاخد دول او تعمل بيهم كون وبعدين تضيف عليهم البتروفيزيكس، لازم تضيف عليهم البتروفيزيكس عشان تبقى انتربتر صح. طب ايه التاني اللي بعد البتروفيزيكس؟ الماجنيتيك والجرافيتي. دي شوف ازاي معلومة بقى جديدة، الماجنيتيك والجرافيتي بالنسبة لل الماجنيتيك والجرافيتي، طبعا ما انت لو بتشتغل في خليج السويس او بتشتغل في اليمن مثلا، كل الحاجات اللي موجوده في اليمن او حتى في جنوب السودان او في السودان بينتجوا من البيزمنت، اليمن بتنتج من البيزمنت، طالما انت مش هتقدر تعرف الكلام ده الا لما تعرف البيزمنت بتعمل له ديتكشن ازاي، طب روح للسايزميك، السايزميك مش هيدي لك بيان مش كده؟ فاي دراسه بنبتديها خالص لاي منطقه عشان نشوف الحته الكويسه الحته مش كويسه بنبتدي بالماجنتيك والجرافيتي تمام. يمكن الايام ال10 سنين الاخرانيه ما بيستخدموهاش كتير لانه البيزنس اصبحت مرور لسه مدروسه، انما لازم يبقى الماجنتيك والجرافيتي قبليهم البتروفيزكس. البتروفيزكس هم البتروفيزكس كواليتيتيفلي وكوانتيتيتيفلي، لو انت بتدرس في الجامعه بتروفيزكس يبقى خير وبركه، لو ما كانش يبقى لازم تعمل تاخدهم كمان، يبقى خمسه اساسيين واثنين فرعيين.
وطبعا المصادر لازم طبعا البيزكس بتاعتهم ياخدها من الجامعه الاول، ويحاول لازم الاول الجامعه يطور من الاول، بص نفسه. لازم الجامعه الاول عشان نبقى صراحه، ممكن الجامعه ما تقدر، ظروف الجامعه ما تقدرش توفر لك اكيد. كل حاجه، فانت لازم تدور فين الجاب اللي موجوده وتملاها، اذا انك تحضر محاضرات بره الجامعه اللي انت فيها لو كان في جامعه تانيه بتوفرها تحضرها، او انك انت تحضر كورس، او انك انت تقرا ماتيريالز. ودلوقتي الحقيقه اللي موجود حاجات كويسه جدا الفيديوهات، كل سبجكت موجود ليها فيديوهات، ما فيش سبجكت ملهاش، ما فيش تمام سبجكت ملهاش فيديوهات، تقدر تسمع الفيديو كانه محاضر، مش كده تمام ولا ايه؟ يعني في برضو كان حد سأل في نفس النقطة دي يا دكتور، هل لازم عشان ابقى كويس في الانتربريتيشن ابقى كويس في الاكوزيشن البيزكس بتاعتها والبروسيسنج، ولا هم مش مرتبطين قوي ببعض؟ طيب ده سؤال كويس جدا، ابقى كويس في الاكوزيشن بروسيسنج بس ما تبقاش داتا اكوزيشن جوفيزيست ولا داتا بروسيسنج جوفيزيست. البيزكس برضو. البيزكس ابقى فاهم كويس جدا البيزكس بتاعت الري باثز عامله ازاي، البيز بتاعت الويبز بتتحرك ازاي، بيجمعوها ازاي في ال 2 دي، بيجمعوها ازاي في ال 3 دي، ها الفرق ما بين الاثنين، لازم افهم الكلام ده، لان على السايزميك في ارتيفاكت بتبقى من الاكوزيشن، يعني في تمام حاجات تظهر السايزميك ارتيفاكت مش حقيقيه، الراجل الانتربتر الصح بيبقى عارف ان دي جايه من الاكوزيشن، فوت برنت من الاكوزيشن، او دي جايه من البروسيسنج، في ميستيك حصلت اثناء المايجريشن، مش معقول يبقى هو انتربتر ومش عارف يعني ايه مايجريشن. يعني هقول لكم حاجه النهارده، لما تيجي تبص على الستاكت سيكشن، الانتكلاين اللي انت شايفها على السايزميك سيكشن في التايم دومين مش مظبوطه، مش انتكلاين، مش اللي هي مش الحقيقيه، ليه؟ لان الفيرتيكال سكيل تايم والهوريزونتال سكيل ها مسافه، فانت عندك الصوره اللي طالعه لك مش 1 تو 1. النهارده لما نيجي نعمل لك صوره نقول لك انا هعمل لك صوره بالحجم الايه؟ الطبيعي، يعني ايه ال 10 سم هنا زي 10 سم في الطول، دي بتمثلك بالظبط. في السايزميك الكلام ده مش موجود، ليه؟ لان الفيرتيكالي تايم والهوريزونتالي ديستانس، فبالتالي الصوره اللي طالعه لك ما هياش فيها اكزاجريشن. ثانيا المايجريشن، ما عملتش مايجريشن، الشكل اللي طالع لك ده طالما ما عملتش مايجريشن مش مظبوط، مش انتكلاين بالظبط، ده لازم تختار. طب والسنكلاين مش مظبوطه، طب والفولت، طب مش مظبوط، كلهم مش مظبوطين. طب عملت مايجريشن يبقوا مظبوطين؟ لا برضه خلي بالك، بعد ما تعمل مايجريشن برضه في نسبه انسرتينيتيز، ليه؟ لان كل المايجريشن الجوريثمز اللي بتعمل مايجريشن للسايزميك عند 35 درجه 40 درجه ميل بيحصل لها ايه؟ كولابس، يبقى في ديتريوريشن. لو عندك منطقه فيها ديب اكتر من 40 درجه اعمل حسابك ان الميجريشن اللي انت عاملها مهما كانت افيشنت مش بروبر، مش هتعرف تمام ده الا لو ايه، الا لو دارس اكوزيشن ودارس بروسيس. بالظبط تمام. في سؤال طبعا ده جاي من الطلبه اكتر او الناس الخريجين، معذره، بيقول دلوقتي هل نقدر نستمر في التقديم لشركات البترول ولا نريح دماغنا ونعمل كارير شيفت، بسبب ان مجال البترول دايما فيه ازمات، الكيرف بتاعه دايما مش منتظم، ولو هعمل كده ايه المجالات اللي ممكن تبقى احسن من البترول؟ طيب برضو ده سؤال ايه، في سؤال يعمل، السؤال ده يعمل حاجتين، يعمل اجابته ممكن تعمل حاجتين، تعمل ديبريشن للناس اللي هتسمعها اجابته بالطريقه العاديه، بس انا مش هجاوبه كده، انا هقول لحضرتك حاجه. لو انا قلت ان في دفعه فيها 30 طالب 50 طالب، بلاش 30 لان فعلا العدد كبير، دفعه فيها 50 طالب، سواء كان في كورونا او سواء كان في ديبريشن في السعر، ال 50 مش هيشتغلوا في البيزنس، صح؟ تمام ريالي، خلينا واقعيين، في كورونا ما فيش كورونا، عمر ال 50 ما يشتغلوا كلهم في الاويل بيزنس، حقيقي صح مش كده ولا ايه؟ طيب هنقول بقى نسبه مئويه، هنقول مثلا 25% متفائله شويه، 30% تمام، اتفقنا يعني جدا من ال 50 دول لو قلنا 15 20 يشتغلوا في البيزنس يبقى ده توب. تمام طيب هنقول بقى ايه ال 30% 25% دولت هم الاوائل؟ لا، ماي انسر نو، مش شرط يكون الاوائل، مش شرط طبعا ابدا يكون الاوائل، ليه؟ هنقول في الاخر لما يجي سؤال ثاني هنقول في الاخر ليه، انه مش شرط يكون الاول، مش شرط اللي اشتغل يكون الاول، مش شرط اللي اشتغل يكون معاه التقدير بتاع اربعه، الجي بي اي بتاع اربعه او ثلاثه وثلاثه من عشره، مش شرط. امال في ايه؟ ده في حاجات ثانيه جدا بتحكم العمليه دي، لازم تبقى انت اور بيها. اذا من البدايه خالص ما تقوليش ما فيش شغل، الاول في شغل وبنسب مئويه متفاوته، ولو انت ديترمنت وانت مصمم عليه هتوصل له، صدقني هتوصل له، هتوصل له. بس بشرط انك انت لو عدت عليك سنه واثنين وثلاثه ما تقولش خدي على خدي لما يجي لي ده، اصل انا مصمم عليه، وانت قاعد ما بتعملش حاجه، انه مش هيوصل لحاجه. يو هاف تاخد، لازم تاخد بالاسباب، يعني اخد بالاسباب، والله انا بحب الكليل ده هصمم عليه وهزود نفسي فيه بطرق معينه ممكن اقول لك عليها، وفي نفس الوقت انا عندي ايه؟ انا عندي لازم ما اقعدش في بيتنا، ما اخليش والدي يصرف عليا، مش كده ولا ايه؟ يبقى انا هعمل اي حاجه، اي حاجه
مره ثالثه اي حاجه مش ما تعبنيش ابدا، بحيث ان انا على الاقل البس كويس ويبقى عندي اللي يكفيني، وفي نفس الوقت انا ما نسيتش الحته دي، عمال ازود فيها. هزود فيها على ايه؟ والله هعمل دراسه، والله هعمل هسجل دراسه، والله هروح اخد ارتفيشال انتليجنت كورس، والله هراسل معاهد بره، والله هبعت بره يمكن تجيني منحه، والله هسجل وانا بسجل هتجيني منحه. كتير جدا من ولادنا، كتير جدا، مثل واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، النهارده بسم الله ما شاء الله قاعدين في المانيا، وقاعدين في سويسرا، وقاعدين في تركيا، وقاعدين في حتت كتيره جدا، كلهم عملوا نفس الكلام ده. ما تنازلش عن حلمه، وفي نفس الوقت هو بيعمل الحاجه اللي تخليه يمشي، لكن ما تقعدش وتقول انا مش هطلع من بيتنا الا على شركه شيل، يبقى مش هتروح. يبقى مش هيطلع من بيته. مش هتروح في حته. فهي كده لازم يبقى الاثنين دول موجودين. طيب تعال بقى، احنا عشنا الكلام ديت اللي بيحصل دلوقتي، عشناه مثلا على الاقل، انا عشت على الاقل من 4 لـ5 مرات الانديوليشن، اللي هو طلوع البترول ونزوله، طلوع ونزوله، مع طلوعه يروحوا ماشيين الناس، مع نزوله بعديها بشويه 6 شهور يروحوا واخدين ناس ثانيه. ده هيحصل. عشان اطمنك وانت بتقرا السوق كده، النهارده سعر البترول كام؟ 20 25. مين اللي بيخسر؟ عشان اقول اطمنك انه هيرجع تاني، وانا بقول لك هيرجع تاني. مين اللي بيخسر؟ اول ناس بتخسر امريكا، اول دوله بتخسر امريكا، ان امريكا بتنتج الشيل جاز اللي بتنتجه بيكلفها ما يقلش البرميل ما بيكلفش عن $45، مش كده ولا ايه؟ بس هي ممكن تصبر شويه. ليه؟ لانها بتاخده بالرخيص، هو بيتباع بالرخيص دلوقتي، فابيعه بالرخيص، بس هبيعه بالرخيص كل التكنولوجي بتاعتي هتقف، كل الناس اللي شغاله مش هيضغطوا على ترامب تاني، احنا قاعدين من غير شغل، الشركات كلها، كل المشاريع الصغيره هتقع، مش هيصبروا كتير. لازم، وده اللي بيحصل دلوقتي، ان امريكا بتضغط على السعوديه عشان تقلل ايه؟ عشان تقلل الانتاج. فهو السعر العادي اللي ممكن نسبه كبيره جدا 25% تشتغل فيه، ده هيبقى على اخر السنه مثلا. انا متخيل على اخر السنه، اول السنه الجديده هيبقى ال 40 45 اللي هي الدنيا تمشي. تمام. فعبال ما يتخرجوا بتوع سنه رابعه السنه دي ويطلعوا شهاداتهم ويخشوا جيش وبتاع ده، الدنيا هتبقى رجعت تاني ل الانديوليشنز اللي موجوده. فاطمن هترجع تاني بامر الله سبحانه وتعالى اكوردنج للخبره اللي احنا خدناها السنه دي. بس العمليه شويه صعبه شويه عشان جت معاها الكورونا ووقفت حاجات كتيره فيها، لكن كل اللي قاعد النهارده وعامل هولدنج وعامل فريزنج، اول ما هنشوف السعر بيبقى 45، طب لا ما انا فلاي بقى، لازم امشي، لازم اعمل دراسات، لازم اعين ناس. اما يجي يدور هيلاقي نفسه رفض ايه 25%. هندي لك مثال، سلمبرجين مشت 25% مثلا او 20% من 3 ايام نتيجه الكرايسيس دي. اول ما الدنيا هترتفع هيقول لك تعالى سلمبرجين اعمل لنا لوجينج، مش كده؟ طيب هتعمل ايه؟ انا مشيت ال 25%، هتدور عليهم في السوق، خلاص دول ابتدوا بقى لهم واشتغلوا بحاجات ثانيه او وات ايفر، هتبتدي تجيب الناس دي او تروح تعينها ناس ثانيه عشان تاخدهم بسعر اقل، يبقى هيبقى في فرص. فاطمن ان شاء الله هتبقى في فرص ثانيه، ما تقلقش. تمام. وده فعلا حصل الفتره اللي فاتت يا دكتور، كان في شركتين من شركات النفط الصخري فعلا في امريكا اعلنوا افلاسهم، لان كان هم لسه شركات ناشئه وما قدروش يستحملوا الازمه وده، فاعلنوا فعلا ان هم وقفوا خالص. ما هو مش هيتم فوق الخمسه، ده مش هم لوحدهم، ده احنا عندنا دلوقتي خليج السويس الخام بتاع خليج السويس في مصر اصبح بيخسر لانه التكلفه بتاعته عاليه. فبيخسر عبال ما يطلعوا بره بيخسر، فاصبح كل الشركات بتخسر. هيعمل ايه ده؟ هيروح يعين الناس؟ لا مش هيعين، هيستنى لما السعر يزيد. هيعمل ايه؟ هو كده لغايه السعر ما يزيد. السؤال الثاني برضو، الناس طبعا بتسال اسئله كبيره شويه. المهارات اللي المفروض تكون عندي لما اجي اشتغل، ده سؤال يعني مفتوح خالص، يعني نتكلم مثلا على معلش السؤال مفتوح، لكن احنا ممكن نحدده بحاجات معينه. اول مهاره هو بيتكلم على المهاره اللي تخليه يعمل انترفيو، اكيد يعني اكيد اللي صاحب السؤال ده اول مهاره تعمل انترفيو انك عايز تشتغل. هتروح تعمل انترفيو في شركه، اول حاجه هيقول الانجليش بتاعك عامل ايه بالظبط؟ ما حدش هيعمل لك انترفيو باللغه العربيه، فورجيت. مش عشان هي وحشه، ده بالعكس فرصتنا احسن من اي حاجه، ان هو البيزنس ده اللغه السائده بتاعته هي اللغه الانجليزيه، لازم تتكلم انجليش وبطلاقه، مش انجليش عادي، مش انجليش بتاع مدرسه ايه الاعداديه، ولا مش هو ده الانجليش اللي هو بطلاقه تقدر تتكلم وتسمع وتترجم وترد، فاهمني؟ اللي هو مش هتقعد تفكر، هيتقال لك السؤال على طول. ده هتتعلمه ازاي؟ ده انا ممكن اقول لك وسيلته، ما اعرفش وقتنا يسمح ولا لا، لكن اقول لك وسيلته تعلمه ازاي، وهو المسلسلات الاجنبيه او الافلام الاجنبيه. حضرتك تحط الترجمه انجلش تو انجلش، كلكم كل الطلبه عارفين الكلام ده، حط الترجمه بتاعت الفيلم بتاعك انجليزي،
حلو، وحط السماعات بتاعت حضرتك واسمع، اسمع الفيلم مره سمعت منه 20 70، وبعدين اسمعه مره ثانيه تلاقي 70%، وبعد كده هتلاقي نفسك الاكس بتاعتك بتاخدها من انجلش، ولا هتصرف ولا هتاخد من بابا فلوس ولا هتقول له بتاع، اي انت دي هتتعلم، اكتر حاجه بنقضي قدامها وقت، الافلام او دي والمسلسلات. طبعا. فانت خدها من الاثنين، خدها من الاثنين، انك انت بتتعلم انجلش، وبعدين احسن حاجه كمان تعملها تيجي حاطط ماسك في ايدك ورقه وقلم وهي بتعدي اللكنه، انت اوريدي مكتوبه الكلمه قدامك دي جديده بالنسبه لك وفهمتها من الحركه معناها ايه، هتروح معلم على دي الكلمه اللي انا طلعت بيها النهارده 10 كلمات في 15 كلمه، شهرين ثلاثه اقسم لك بالله هتبقى بتتكلم احسن من اي معهد بيعلمك انجلش. تمام. تمام، دي سكيلز. سكيلز ثانيه طبعا مش هكلمك على الكمبيوتر سكيلز، يعني انت مش هتعمل، مش هتعرف تعمل اكسل تبقى كارثه. بتعمل ايديتنج الفايل بتاع سايزميك مثلا، فايل بتاع لوجز عايز تعمله ايديتنج، لو ما تعرفش اكسل مش هتعرف تعمله ايديتنج، يبقى انسى. طيب خلصت، عايز تعمل، عايز تقدم شغلك لرئيسك باوربوينت، مش عارف تعمل باوربوينت كويس جدا وتقدمه لرئيسك وتسيبك من الانيميشن والعفاريت اللي بتطلع والكلام ده، لا تقدم باوربوينت مظبوط وتحط فيه ايه وستاندرد فيه. لغايه النهارده انا بشوف ناس كبيره جدا بيحط على السلايد تكست بوك، بيصور صفحه من كتاب حطها على السلايد مثلا، فدي سكيلز بايظه. لا، السكيلز المظبوطه لازم تتعلم. يبقى دي بتاعت السكيلز بتاعت مهارات الكمبيوتر، السكيلز بتاعت الانجليش الانجليش، السكيلز الثالثه المهمه جدا بتاعت السيفتي، لازم تتعلم السكيلز بتاعت السيفتي. يعني ايه السهم ده؟ اول ما تخش مكان فين الميتنج بوينت في حاله حدوث حريق؟ طب هننزل منين؟ يعني انت قبل ما تقعد راح تعمل انترفيو، دخلوك في الانترفيو وما جابولكش سيره السيفتي، تروح عامل ايه اسأل عنها حضرتك؟ بقى، لازم اسأل. حضرتك هو لو حصل حاجه ههرب منين؟ ها ما تقولهمش فين عندكم سيفتي ولا عندهم، مش بيبقاش كده. هو لو حصل حاجه انا ههرب منين؟ يبقى عارف انك انت اورينتد، بالظبط مش كده ولا ايه؟ بالظبط. صح، دي اسمها السكيلز بتاعت السيفتي. فسكيلز بتاعت مهارات الكمبيوتر، مهارات الانجليش، مهارات السيفتي، دي كلها مهارات كويسه جدا. في مهاره تانية مستخبيه، مهاره تكنيكال بس مستخبيه، ازاي؟ لازم تبقى في كورس من الكورسات انت مميز فيه. على سبيل المثال انا بحب كل اكتر ما اكتر جزء بحبه هي البتروفيزيكس، يبقى انا مش بس هكتفي بالدكتور اللي بيديني بتروفيزيكس، ده انا هجمع عندي مكتبه كل ما ينم عن البتروفيزيكس هجمعه عندي وهدوس فيه دواسان، بحيث ان انا اقف على رجلي ابقى يعني كومبيتيتور لاي حد بيتكلم، اي حد يقول اي ترم ما يعديش عليا. لما اروح اعمل انترفيو هم عايزين جيولوجي، ايه رايك؟ بقول لهم انا جيولوجي بس انا عندي حاجه مش عندي جيولوجي، انت لو انتوا عايزيني يعني انا عندي بالظبط. البيتروفيزكس كويس جدا جدا، عملت المشروع الفلاني وعملت كذا وعملت كذا وعرفت كذا، هتلاقيهم هم بايز ليك انا بقى. وانا بعمل هايرنج، الله ده انا عايز جيولوجي وده جيولوجي كمان وعنده بيتروفيزكس، لا ده الراجل ده مختلف، هاتهولي. لا مش كده ولا ايه؟ فانت لازم تاخد ده مهاره مميزه عن اللي حواليك، بدي تلعب بدي، ده اللي بيلعب بشماله، ها اللي هو بيلعب بشماله مختلف عن الباقي، هو تمام. مميز بالحته دي محدش يقدر يعملها الا هو. فدي تعملها، واحد يعملها في السيدمنتولوجي، واحد يعملها في الاستراكشر، واحد يعملها في البتروفيزكس، على حسب ما هو شايف. فدي من ضمن دي الحاجات المهمه جدا اللي تخليك تقدر تبيع نفسك كويس. مش عارف كده انا جاوبت على السؤال لا ولا تمام لسه؟ يا دكتور، يعني هو حضرتك كده وضحت للشباب لسه اللي هم في سنه اولى وحتى اللي في سنه رابعه او حتى لو حديث التخرج، ان انا شهاده التخرج بتاعتي لازم اساسي يبقى معاها شويه حاجات تانيه، منها لا الام يو طبعا اس البيزكس لازم بتاع لازم المايكروسوفت لازم طبعا، الاستراتيجيه خالص، وشويه معرفه تكنيكال تميزني. اكيد صح كلنا واحنا طلبه ولما اتخرجنا عندنا حته كده بنحبها في الجيو ساينس، يعني عندي ماده مثلا بحبها، ماده متميزه احاول اضيفها جنب الحاجات التانيه، مش ان انا امسكها هي بس، احاول اضيفها جنب الحاجات التانيه اللي انا الله ينور كويس عليك، فيها. تبقى مميزه جدا وتبقى تبعد بعيد عن السكه بتاعت الروتين محاضرات، يعني ما تكتبش بالظبط محاضرات لا مور. بالظبط. دكتور علي قال لنا لفظك يعني حلو جدا، اللي هو واحد بيلعب بشماله، يعني انت اللي بيلعب بيمينه بس وفي واحد بيلعب بشماله بس، فتخيل انت عندك الاثنين، جات لك على اليمين هتشوط، جات لك على الشمال هتشوط، بس هتبقى مميزه فدي الفكره. مظبوط، محمد صلاح الثاني يعني. بالظبط. طبعا الطلبه بتسال طبعا على سؤال اسماء الشركات، وهيكون في اصلا تدريب ولا لا في ظل ظروف الكورونا، ده سؤال اكيد حد في سنه ثالثه يعني. طيب انا خلينا احنا مش كل مره هنخلي حكومتنا تفكر، يعني انا في رايي الشخصي الدنيا هترجع بالتدريج، بس انا اي داوت انها هتسمح انها في شهرين ثلاثه اللي جايين انها ترجع 100%. فانسى، يعني ما تحطش في حسابك قوي التدريب، انك انت تروح مكان وتقعد هيبقى في كوميونتي ويعلموك. وبعدين خليني اقولها لك واقعيا قوي، يعني انا بخبرتي في التدريب اللي انا شفته،
حتى الناس اللي بتروح شركات كبيره، شوف حتى روح شركات كبيره مش كلهم بيستفيدوا، لانهم دايما بيروحوا في وقت معظم الشركات بيزي وبيبقى مش موجود حاجه. دلوقتي الشركات مش بيزي، يعني عشان نبقى اونست دلوقتي مش بيزي، بس في نفس الوقت ما عندهمش سبيس. اذا كان مثلا معظم الشركات دلوقتي بيروح واحد بيروح اثنين ممثل عن بعد الريد هيرجعوا، بس برضه مش هيرجعوا فول باور. يبقى دخلنا في شهر 6 و7 اللي هم الاساسيين قوي في التريننج، فانا ما اعتقدش هيبقى فيهم اوبورتيونيتي كويسه تكمل. غير الخوف يا دكتور، غير الخوف من الاختلاط، يعني الطلبه اللي بتيجي من مصر كلها، فاكيد الشركه هتخاف اصلا انها تدخل عدد حتى لو عدد محدود عندها الشركه عشان الاختلاط. وبعض الشركات اوريدي جات لها حاجات من الهيئه زي ما انا شفت كده بتقول لهم ان التدريب السنه دي مش موجود. تمام. فشلي. انا كنت متوقع كده، بس انا ما بعرفش قرار الهيئه، لكن انا في حد من زميلي مع الشات بيقول لي قالوا انه التدريب تقريبا مش موجود، فده اوريدي مش موجود. طب تعالى، ما لا يدرك كله لا يترك كله. بالزبط. صح كده؟ يعني ما لا يدرك. طب انا في سنه رابعه، انا في سنه ثالثه، يضيع علي التدريب السنه دي؟ لا، ما نضيعهوش. احنا نعمل ديزاين لتدريب بالبريكوشن بتاعت ايه؟ بتاعت كورونا. ونعرضه على الناس المسؤولين. يعني هنعمل تريننج عندنا في طنطا او في المنصوره او في اسكندريه او في اي ده، ادي اللي احنا بنفكر فيه، احنا شباب ونقدر نعمل الديزاين ده، مش مستني حد نعمله. يعني انا ما عنديش مشكله ان انا عندي مدرج، المدرج ده بيشيل سي انه بيشيل مثلا 300 واحد، انا احط فيه 30، ايه رايك؟ تمام. احط فيه 30 بس انا اعمل التريننج ده بالظبط، يبقى اقدر اعمله. اذا انا ممكن اقترح على الناس حاجه، الناس ما تعرفش انا عايز ايه، لازم انا اوصل لهم انا عايز ايه. انا اقدر اعمل تريننج لطنطا، احنا عملنا الكلام ده في المنصوره السنه اللي فاتت، بس طبعا ما كانش في كورونا، يعني في المنصوره رحنا لهم كانوا بيعملوه في الصيف كذا ويك كذا ويك كذا، ورحنا تقريبا يا ابراهيم ما اعرفش عملنا الكلام ده هناك، ممكن يعملوه الكلام ده. طيب ممكن نعمله اونلاين؟ ممكن نعمله اونلاين. تخيل بقى ممكن نعمله اونلاين. طب نعمله اونلاين ازاي؟ هنعمل بروجكت مثلا سي ان انا عايز تدريب للسايزميك انتربريتيشن، انا بتكلم على تخصصي. هنعمل تدريب، هنبعت لك 10 خطوط وهنطلع لك في لايف سيشن نقول لك ال 10 خطوط فيهم كذا 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 كذا، وانت عندك الاستاذ ابراهيم موجود في وعندك الاستاذ فلاني او الدكتور فلاني موجود، وهم الاثنين هيساعدوك في الكلام. هنعمل وطلعنا نتائج. طب هنطلع مره ثانيه على بالظبط، تعال نشوف النتائج اللي عملناها. عملنا التدريب خلاص، مفيش حاجه توقفنا. بالظبط. بلاش هد العزايم ده، الدنيا ما تهددش، يعني الدنيا ما تهددش، اقدر اعمل التدريب اللي انا عايزه ببساطه، ما فيش حاجه. تمام. يعني دكتور دلوقتي زي ما دكتور علي قال كده، موضوع التريننج اصلا متوقع جدا ان هو ما يبقاش فيه، كان متوقع قبلها، لان الموضوع هيبقى صعب طبعا. نتمنى يا رب الفتره الجايه ان شاء الله لما سنه رابعه يمتحنوا هيبقى الموضوع شويه، الجامعات رجعت تستقبل اعداد من الطلبه تاني، يبتدي الناس تتحرك في جامعتها تسال هل ممكن نعمل حاجات، يعني زي ما دكتور علي بيقول كده، المكان لو بياخد 100 اشتغل بالساعه الاستيعابيه بتاعته حتى لو للربع بتاعه، ونسال فيها في الجامعه عندنا. وقفت خالص السيشنز الاونلاين اللي بتحصل دي، كفايه بس طبعا تبقى محدده شويه، مقفوله، مركزه على ناس اكتر، عشان بحيث ان يبقى فيها متابعه، حتى عشان الناس اللي بتبقى موجوده كوميتمنت، مش مجرد حد داخل هيسمع كلام ويمشي وخلاص. صح. يعني دكتور علي اداكوا اكتر من حل للموضوع ده، ويعني الناس ما تشغلهاش قوي موضوع ان انا عشان ما اتدربتش مش هكتبها في السي في. لا، انت لما تقول ان انت اتغلبت عليها بان انت حضرت اونلاين و بالظبط. لا يا ده بروبلم، ده بروبلم سولفنج، ده واحده من السكيلز على فكره، بروبلم سولفنج. انت اتحطيت في مكان واتصرفت على هذا المكان على فكره. واحده من السكيلز اللي مثلا شيل اللي بتحطها للناس اللي هي البروبلم سولفنج، بس دي بنحطها الحقيقه للناس اللي هم عندهم اكسبيرينس. يعني اجي اعمل هايرنج لحد عنده خبره بقول له، بدي له مشكله، بقول له مثلا على سبيل المثال ايه، افرض انك انت بتشتغل ممثل لشركه بتنتج عجل، ده واحده من الحاجات اللي انا كنت بعملها بنفسي، يعني شركه بتعمل عجل، عجل اطفال، وبعدين عجله من الناس اشتري واحد مشتري وانت بتنتجها، واحد من المشتري اشترى عجله وابنه ركبها وبعدين اتعور، ها، وحصلت له حادثه وجت عليك الميديا وبتقول لك الشركه بتاعتكم العجل فيها كذا كذا والفرامل بتاعها فيها كذا، هتعمل ايه؟ ده بروبلم سولفنج. تمام. لو قلت لهم ماشي هعوضكم، العجل بتاعك مش هتباع في السوق. تمام. قال لهم انا عندي دي كذا كذا، لو قلت لهم لا ما فيش حاجه وامشي، هيعملوا عليك قضيه ويدخلوك السجن. بالظبط. فانت لازم تبقى تعرف، طب هتتصرف ازاي؟ لازم يبقى عندك. فاحنا في نفس الكلام في الديسيجن ميكنج، لازم يبقى عندنا دي. تمام. ازاي نتصرف بالشكل الكويس في ظل الظروف اللي احنا فيها. تمام. وان شاء الله باذن الله، يعني انا باخد من كلام دكتور علي، وبرضه ابتدي بالناس اللي هم موجودين حوالينا في جامعه طنطا ان شاء الله. يعني انا بوعدكم
ان انا خلال الايام اللي جايه على بعد العيد مثلا هنبتدي يعني نتواصل مع اداره الكليه، وحتى لو وصلت لاداره الجامعه، بان احنا نعرض عليهم الفكره بتاعت دكتور علي دي، ونقول لهم ان احنا طلبه حتى هيبقى لسنه ثالثه بس، وطبعا المهندسين مش هيمنعوا ان هم يجوا، وهناخد الاحتياطات والناس تبقى موجوده برضو بالمحتضرات بالالتزامات وكل والكلام ده كله. حاجه. ايوه ونعرض عليهم البروجكت كامل، ونقدم لهم بروبوزال، وهنقدم البروبوزال ده ان شاء الله باذن الله لو لشركات، يا رب نتمنى ان هم يوافقوا. لو هم ما وافقوش ان شاء الله باذن الله هنحاول برضو ان احنا من خلال مثلا شابتر زي الاس اي جي ان احنا نبتدي نتفق مع ناس زي ما دكتور علي قال، نعمل رومز كده مقفوله ان شاء الله، يعني لان طبعا احنا دكتور حضرتك عارف طبعا جامعات الاقاليم بتعاني شويه في الظروف العاديه، فما بالك لا حضرتك طبعا في الظروف لا طبعا انا مقدر الثانيه. مقدر فان شاء الله باذن الله احنا بنوعد بوعدكم ان شاء الله باذن الله هتحرك في الموضوع ده، بس ان شاء الله بعد العيد على ما نشوف الرؤيه هتبقى عامله ازاي، ان شاء الله الموضوع يتحل سواء بحاجه في الجامعه او حاجه اونلاين من خلال بعض الشابترز بإذن الله ان شاء الله. بإذن الله. احنا بنشكر حضرتك جدا دكتور على الفكره دي، لان الفكره فعلا ممتازه لا لا وهتعوض ايه الطلبه بشكل كبير. يعني في بقى دكتور سؤال بيقول، حد بيقول في ظل الازمه دي لو انا عندي سوفت سكيلز معينه انا متعلمها زي مثلا على سبيل المثال البرمجه او ماركتنج، ازاي بقى اقدر اشتغل بيها في مجال البترول، يعني استغلها من ان انا اشتغل في البترول لو انا مش عارف ادخله مثلا بالجيو ساينس عموما. كويس. انت لو انت عندك ماركتنج سكيلز كويس، يعني انا قريب قوي من فتره كده كنت بدور على حد يعمل ماركتنج عندي، انا في روك سيرف كنت بدور على حد يعمل ماركتنج. طب اللي انا كنت بدور عليه بدور على ايه؟ بدور على واحد نمره واحد عشان يعمل ماركتنج لازم يبقى فاهم السوق، يبقى فاهم صح. يبقى فاهم السوق كويس جدا، يبقى فاهم طلب الكلاينت قبل ما الكلاينت يطلب، مش كده ولا ايه؟ يعني انا لو انا قلت عايز اعمل ايه، هدي لك مثال. انا دلوقتي عندي سوفت وير، وده حقيقي عندي سوفت وير. السوفت وير ده بيشتغل كويس جدا في الارياز اللي هي فيها دلتا، فيها تشانلز، ومعتمد على الارتفيشال انتليجنت بالمناسبه يعني. طب انا عايز ابيعه للشركات، اروح لشركه بتشتغل في خليج السويس اقول لها تعالي اشتري مني ده لا مني، طبعا ما ينفعش، مش كده ولا ايه؟ ما ينفعش. الفئة طب اروح المستهدفة لشركه بقى. بتشتغل في الصحراء يعني شويه، لكن اروح شركه بتشتغل فين؟ في الدلتا، مش كده؟ يبقى انا دلوقتي انا فاهم السوق، انا فاهم ايه اللي انا ببيع، المنتج اللي انا ببيعه مني. لازم الراجل اللي بيشتغل ماركت يبقى فاهم ماركتنج، يبقى فاهم كويس قوي هو رايح لمين وهيدي له ايه. ثانيا لازم يدرس انا افوردبل ولا مش افوردبل. انا رايح لشركه ما بتديش الناس فلوسها، اروح لها دي ما بتديش الناس فلوسها، مش كده ولا ايه؟ يبقى لازم ادرس حالات الشركات الاقتصاديه، الراجل بتاع الماركتنج. يبقى ثانيا يبقى نوع المنتج اللي انا بعمله، يبقى نوع المنتج اللي انا بعمله هبيعه لانهي شركه، حاله الشركه الاقتصاديه اللي انا ببيعولها، اكسبكتيشن بتاعتي هترد عليا بايه. طب انا ممكن اوفر الشركه ده ان اعملها الكلام ده ببلاش تشوفه، تمام ولو عجبتها لو عجبه تشتري منه، ودي اللي دي بالظبط السياسه اللي احنا بنتابعها. فالراجل اللي عنده دي ينميها، بس ياخدها في الاتجاه ده، بالظبط، ياخدها في الاتجاه ده اشتغل على التكنيكال والنون تكنيكال، يعني هي الاثنين مركزين التكنيكال على الخيال هنا والخيال والكوميرشال، هنا الاثنين تكنيكال بالظبط. وكوميرشال، يشتغل على الاثنين. ويروح بقى ايه، لازم يكون عنده منتج. انا مش واخد ماركتنج بس، انا اخد الماركتنج ده واروح بيه للمنتج نفسه، ده الراجل اللي بينتج. يبقى انت تمام سأل السؤال ده، هو عنده السكيلز بس ما عندوش المنتج، يبقى بالظبط مشكلته ايه؟ انه يدور على حد بينتج سلعه معينه يقدر هو يساعده في الماركتنج ده. تمام هتقول لي ايه؟ هتقول لي ايه؟ اقول لك موجوده في الداون ستريم كتير جدا، في الداون ستريم موجوده كتير كتير جدا، وموجوده في الاب ستريمز، موجودة في السيرفس طبعا، بيسوقوا للتولز بتاعتهم ولا وموجوده للسوفت في ويرز السيرفس. بتاعتهم. يبقى اذا لازم تعرف ايه اللي انت هتعمله، والتارجت بقى الكلام ده، تحدد بقى الشركات اللي بتعمل الكلام ده وتبتدي بمخاطبتهم، تمام وتبقى قاري الشركه دي بتعمل ايه، وانت هتساعدها ازاي، لما تقدم نفسك تقدم نفسك عن طريق عن الطريق ده. تمام فكرة كويسة جدا، لأن في طبعا دكتور طلبة كتير بتتخرج من جيولوجيا عندهم، في اللي بيحب البرمجة، في فعلا اللي بيبقى كويس في الماركتينج، كويس في الاتش ار كمان، فممكن فعلا يستغل دي بأن هو يدخل المجال فيها، طالما الباشون دايما بتاع جيولوجيا حضرتك عارف رقم واحد. هقول لك انا هضيف على دي حاجه واحده يا ابراهيم مهمه جدا، في ناس كتير جدا مش واخده بالها منهم. تخيل انك انت كراجل جيوفيزيست ممكن تشتغل في بنك. في بنك ايه جديدة، رايك تشتغل يا ريت الناس ايه رايك تركز، تشتغل في يا ريت الاتش اس الناس بي سي وتاخد مرتب اضعاف قرينك؟ يعني انت متخرج بقالك ايه، سي متخرج بقالك 4 سنين، انت تمام قد ايه؟ يعني انت درست 4 سنين وبعدين رحت الجيش وبعدين طلعت من الجيش وبعدين بعد 3 سنين اشتغلت في الاتش اس بي سي، تاخد تمام مرتب قد صاحبك اللي في اللي زيك ودخل اشتغل في شركه شيل 3 4 مرات. ايه رايك في دي؟ ازاي بقى دكتور؟ انبليفابل، مش كده؟ لا يعني غريبة. بليفابل. ايه رايك؟ لا غريبة بليفابل. هقول لك ازاي بقى. الميكس،
ازاي بالظبط تعمل ميكس؟ ازاي يعني ايه؟ يعني انت النهارده لو خد، مش هقول لك خد ام بي اي، مش ماستر بزنس ادمنستريشن، لا، لكن هقول لك ايه؟ ادرس اقتصاديات بترول في السادات، في تلميذ السادات. يبقى انت معاك ايه؟ معاك الاويل بيزنس تكنيكال، ومعاك الايه؟ الاقتصادات التكنيكال البترول، بتاع الاقتصاد. الاقتصاد البترول، وهتروح وهتعرف تحسب يعني ايه ريزيرف، وتعمل له ايه؟ تمام تعمل له بروبرتي ستاتستكس، وتعرف البي 10 والبي 90 والبي 50. يبقى انت تدرس الدنيا. لما تروح تشتغل في بنك، البنك ده بيدي شركات البترول الصغيره ايه؟ بيديهم قروض. يبقى عايز بالظبط حد عنده فكره عن حسابات الريزيرف، بالظبط دارس كوميرشال، يعينه عنده، يوم سعادتك بالظبط تقعد عنده علشان لما يجي حد ياخد بتاعته واستعين بيك. بالظبط. ده كنز ده يا دكتور اللي حضرتك بتقول عليه ده، يعني ده ففي اتجاهات كتير، في الناس بعد اتجاهات كتيره التخرج جدا، بس بشرط انك انت تكون بتحب الايكونومكس. بالظبط. كنت لسه اقول لكن انت لحضرتك لو ما بتحبهاش اوعى تروح. خلاص بتبقى بالنسبه لي فلازم تكون يوزلس خالص، بتحبها. مش فلا، هستفيد في منها الميكس اصلا. ده. فانا عايز كل واحد يقعد يفكر نفسه ايه اللي ممكن اعمله عشان اعمل لنفسي، يعني اخد لنفسي كده سكه بعيده شويه. بالظبط. بالنسبة لل برضو ده نفس السؤال بتاع مجالات يعني هو لو واحد اتخرج من قسم من الجيوفيزيكس، يعني قسم جيوفيزيكس، المفروض يبقى عنده دراية بإيه بالتخصصات بتاعته أو المجالات عشان يقدر يدور كويس، يعني ما يدورش في اتجاه واحد. طيب، هو في اقسام جيوفيزيال بترول، دول مقصرين على بترول، اسمها كده. أكيد في عين شمس، احنا أكيد عندنا في عين شمس جيوفيزيال بترول، فاصبحت أكيد بور لسه هو اورينتد للبترول بس. مم. انما ده مش حقيقي يعني، الخليج ده ممكن يشتغل حاجه تانيه، لكن هو اساسا جيوفيزيال بترول. لكن لو في جيوفيزيكس بس بطريقه عامه، لا، انت ممكن تشتغل في حاجات كتيره جدا. انت في بالظبط عندك الاستشعار عن البعد، مش كده ولا ايه؟ في عندك بتشتغل في السويل، في السويل سول ميكانكس على فكره دي شغاله كويس النهارده. روح شوف الناس اللي بتشتغل في السويل، شغالين في العاصمه الاداريه، او شغالين قبل العاصمه الاداريه، او شغالين في اي مبنى بيتعمل جديد، مكاتب الاستشارات الهندسيه. كويس قوي، ابتدوا الكومبيتيشن بينهم وبين الناس خريجين الجيوفيزيكس في كليه هندسه البترول بالسويس، ده بيطلع مهندس جيولوجي، اللي في كومبيتيشن جامد جدا، لان هو بيفهموا كويس جدا في السويل. احنا بالظبط اقل شويه، احنا خريج الجيوفيزيكس ما بياخدش كويس قوي، سويد ميكانكس ما بياخدهاش زيه، لكن في كومبيتيشن جامده ما بينهم، فده السوق ده بالظبط مستحمل كتير جدا. طب ما انت ممكن تشتغل في الملاجم والمحاجر برضه كجيوفيزيست على فكره، ممكن تشتغل في حاجه ثانيه اقول لك عليها، الاركيولوجي، في دي بعيد عنك الاثار خالص، بالظبط بالظبط اللي هي الاركيولوجي، الاركيولوجي اللي هو الاثار. الاثار دولت لو حد بيفهم من عندنا، من الناس الجيوفيزيقيين، ده دي ملهاش حل. انك يعني انت ممكن تشتغل جيو الكتريك، وتشتغل ماجنتيك، وتشتغل ماجنتيك تلوريك، وتشتغل سايزميك. انتجريشن بقى، ها؟ انتجريشن بين اكتر من حاجه. وتشتغل كمان ريموت سينسينج. ها؟ بالظبط. كل ده مع بعضه على الاثار. تمام؟ يعني فاذا زي ما بقول لك، الميكس ده بيعمل حاجات جميله. فانت ما تقوليش لو ضاع البترول هقعد اغني مني، لا، مش ضاع البترول اغني. انا اكون ديديكيتد في المكان ده كويس، بس بشرط اجهز نفسي، لان انا كخريج فيزيكس الديسيبلز اللي قلت عليها مش قويه. خلينا سرعه. بالظبط لا، انا اقوي نفسي في الحتت دي، واشوف الابلكيشن بتاعت الاركيولوجي بتعمل ازاي، واقرا عنها، واشوف فيديوهات عنها، واكون لنفسي اتجاه، وبعدين احدد مين ممكن يشتريني، مين ممكن تمام ياخد البضاعه بتاعتي دي، اكس تمام وواي وزد، تارجتت عليهم. توما دخلت واحده منهم ونجحت، هتلاقي هتضحك على نفسك، وايه البترول اللي انا كنت عماله ابصه بالظبط. ده، ايه يعني ايه في وفينا احنا ناس بنحب اللي نعرفه ونكره اللي نجهله. ها، تمام بالظبط بنحب اللي نعرفه ونكره اللي نجهله. طول ما تمام انت ما تعرفهاش هتكرهها، لكن بالظبط. لو عرفتها خلاص اصبحت مميز. ايه المشكله؟ والمجال اللي عموما بتاع الشالو اكسبلوريشن ده اصلا ليه تطبيقات كتير وبيعمل انتجريشن جدا، لاكتر من ليه حاجه تطبيقات كتير وموجود، جدا، يعني ما ليه تطبيقات كتير جدا 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 جدا. زي ما حضرتك بتقول، اثار وميه وجيوفيزياء هندسيه. الجراوند ووتر النهارده، كل المزارع اللي موجوده في الصحراء الغربيه بيجي ساعات يكلموني عايزين نعمل جيو الكتريك ساوند، بوديهم للناس اللي بتشغل جيو الكتريك ساوند. ومش عايز اقول لك انه بياخد المينيمم بتاعه علشان يعمل ديزاين، ويعمل كام جسه، وبعدين يعمل له بير، مكان لبير يحفروا عليه، وبعدين يعمل له انتربتيشن للبير، مبالغ انت بالنسبه لك خياليه في ظرف 3 شهور او حاجه زي كده، ده مبالغ خياليه بالنسبه للي بالظبط بيعمله، مبالغ خياليه. ليه؟ لان بالظبط النهارده انا واخد حته ارض مثلا، سامين مثال، ب 3 4 مليون، عايز احفر بير ميه، بير الميه هيكلفني كام؟ المينيمم بتاعي 100,000 جنيه. المينيمم بتاعي 100,000 جنيه، يبقى انا طب وممكن احفره اطلع دراي. الله، ما اجيب بالظبط حد يعمل لي جي ساوندنج، ها، ويكلفني 40 50,000 جنيه، 60,000 جنيه، تمام او 100,000 جنيه، ولما احفر البير انا متاكد هجيب المايه بتاعتي. دي بالظبط موجوده، دي ما كنتوش عارفينها، دي موجوده. الناس اللي بتشتغل في جنوب الوادي، في اسوان وفي اسيوط، شغالين الكلام ده على ودنه. تمام
هي زي ما حضرتك بتقول كده يا دكتور، لان عشان كلنا ومعظمنا بيبقى عنده معلمه او درايه بالمجال المنتشر اللي كل الناس بتتكلم فيه، هو مجال البترول. ما بس تمشيش زي ما مع حضرتك الموجة، لا بالظبط اقف وفكر، ما تمشيش مع الموجة اللي ماشية، اقف وفكر انا امكانياتي ايه، افدت فين، الحاجات اللي ممكن استفيد بيها واعملها وهبقى مميز فيها، وانت لقيت مميز فيها سعري هيبقى له او انا هيبقى لي سعر. ومش لازم اجري ورا الحاجه اللي انا بحبها، بس لان انا ممكن اكون بحبها والدنيا مقفوله، فانا احاول مظبوط، بحيث ان انا ما اضيعش مثلا انا بقول سنين لك انت حياتي. بتحب اللي تعرفه، انت بتحب ليه؟ لانك انت سمعت ان دي هتدخلك المكان الفلاني وهتعمل لك مكان الفلاني. بالظبط بالظبط. سؤال بعد كده، طبعا هو سؤال ريليتد ليه شويه دكتور. حد بيقول انا تايه ومش عارف احدد انا هشتغل ايه بعد الدراسه، وانا قسم جيوفيزياء، حضرتك تنصحني بايه؟ تقريبا حضرتك جاوبت على نفس نفس النقطه، ان هو السؤال. محتاج يبقى درايه بمعظم التخصصات. سؤال برضو، التقنيات الحديثه في السيزمك انتربريتيشن واقدر اتميز بيها؟ يمكن ده حضرتك قلت عليه بتاع الارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج، بس لو حضرتك حابب تضيف حاجه. طبعا بما ان حضرتك تخصص في السيزميك، هو بيسال على التول، الحاجات الجديده الفرص موجوده فيها، يعني زي ما حضرتك قلت كده مثلا على سبيل المثال الارتفيشال انتليجنس. بص، الارتفيشال انتليجنس موجود في كله، لكن انت حدد مثلا، انا على سبيل المثال عايز ابيع نفسي لشركه من شركات الدلتا، وانا رايح خريج جيوفيزيكس، يبقى هركز كويس جدا الناس دي بتشتغل تكنولوجي معينه، ما بيستخدموهاش جماعه اللي بيشتغلوا في الصحراء قوي، ما بيستخدموهاش جماعه خريج السويس قوي. لو رحت هتشتغل في شركه في خريج السويس لازم تعرف استراكشر جيولوجي كويس، ودي اهم حاجه، تمام والمودلز بتاعتها اللي موجوده على الارض والموديل اللي موجوده في السب سيرفيس. لو هيشتغل في الصحراء الغربيه يبقى عارف السكسشن بتاع الصحراء الغربيه والبيزنس اللي موجوده فيها، وكل بيزنس بينتج فين، والتكتونيك هيستوري بتاعتها. لو تمام بتشتغل في الدلتا، هنا انت في قصه ثانيه مختلفه، تكتونيك موجوده والهيستوري بتاع الميديترينيان موجود، وبعدين التايبس بتاعت الريزرفوار اللي موجوده عامله ازاي، من الناس ستراتيجرافيك تراب والتشانلايز. طب التكنولوجي اللي بتجيبها هي الكوانتيتيف انتربريتيشن، اللي هي الاي في او والاتريبيوت والسبكترال ديكومبوزيشن، كل الكلام ده لازم يبقى ملم بيه، ودي تكنولوجيا تمام حديثه مش قديمه، تمام ودي الباك جراوند بتاعها مش سهل، يعني بالظبط. لازم يبقى انت دارس كويس روك فيزكس زي ما قلت لك كويس قوي عشان تعرف يعني اي في او، ها، ولازم عارف بروسيسنج كويس قوي. يعني لو انتوا رجعتوا للفيديو اللي انا نزلته بتاع الانفيرجن، انا منزل فيديو اسمه سايزميك انفيرجن، هتلاقي انا حاطط لك سته ديسيبلينز مهمين قوي عشان تعرف بس انفيرجن، تمام سته ديسيبلينز لازم يخشوا، فانت لازم تبقى تقوي نفسك في الكلام ده كله عشان تروح تبيع نفسك. مش كفايه البكالوريوس، مش بالظبط. كفايه الجي بي اي العالي، مش كفايه، حضرتك حصن بتتكلم نفسك، خد زي ما قلت لك، خد الرجل الشمال مرة تانية وحطها جنب الرجل اليمين، الشمال بتاعتك انك انت رايح تشتغل في بتروبيل، رايح تشتغل في بي بي، رايح تشتغل في شركة مش عارف، يبقى انت لازم تبقى عارف كوانتيتيف انتربريتيشن. حضرتك بتكلم في الفكره ان انا الوعي اكتر، ان انا ابقى واعي اكتر باكتر من حاجه، هي دي اللي هتديني قوه اكتر في مجالي مظبوط عموما. مظبوط، ما تبصش للي حواليك، ما تبصش للمركب اللي حواليك كلها بتقول ايه، اجري ورا الحتة دي، لا. تمام طبعا دكتور، في حد بيتكلم عن فكره بس ايه العقبه بتاعه التجنيد، هل انا لو انا دخلت تجنيد وخرجت ده بيأثر عليا كفريش جرادويت، ولا يعني الموضوع بالنسبه لي بيبقى عامل ازاي؟ يعني حته خليني امين التجنيد بيبقى معاك، عارف لما بتخش الجيش سنه وتطلع انت بتنسى كتير من التكنيكال، بالظبط. خليني امين ده بامانه، بس انت وانت موجود في الجيش، ما انت خد بند واحد بس، البند اللي انت بتحبه، مره تاني الحته بالظبط اللي انت بتحبها وخليها هوايتك في خلال الجيش، نازل اجازه 10 ايام، ها الحته دي هدور فيها، وانا قاعد في الجيش عندي ساعتين ثلاثه اربعه فاضي، هبحث واشوف فيها ايه، ها، بالظبط وهقوي نفسي فيها. لما اطلع من الجيش هلاقي المعلومات، بص المعلومات تحصل لها سيركيوليشن في المخ، ما بتتنسيش، بالظبط، بتتنسي امتى؟ لما يحصل لها سيركيوليشن. مفيش فانت براكتس النهارده انت عليها مثلا خالص. على سبيل المثال انت بتدرس بتروفيزكس، انت بعيد عن السيدمنتولوجي وبعيد عن الاستراتيجرافي وبعيد عن الاستراكشر جيولوجي، بس وانت بتدرس ده دماغك بتسركل على كل الكورسات اللي انت خدتها بمعلومه واحده انت بتقراها، فهتظل فاكر. لكن ما تقولش اصل انا نازل من الجيش تعبان خلاص بلاها انا مش عارف ايه، طب بعد سنه هتلاقي نفسك نسيت اكيد. بالظبط صح، دي فعلا نقطة مهمة جدا يا دكتور، وبيقع فيها ناس كتير فعلا من اللي هم بيدخلوا الجيش، ان هو فعلا بيدخل بيسلم للجيش وبيريح دماغه خالص، بس هو ممكن زي ما حضرتك بتقول كده حتى لو ياخد كتاب معايا على ما الموبايل. تنساش التارجت، ما تنساش التارجت. بالظبط ودلوقتي الميزه كويسه جدا، لا مؤاخذه، انت ممكن تروح الجيش معاك كتاب صغير قوي قد كده، وتحط فيه عليه معلومات، ما تقوليش انه غالي، انت شايل موبايل ب 10,000 جنيه، صح فالتاب صغير، اي تاب ان شاء الله حتى صيني بسيط قوي، تحط عليه ال 10 20 ورقه اللي انت عايز، عشان بس ما تقراش في الموبايل بتاعك يعني.
ولو بعض لا الاماكن ممنوع فيها الحاجات دي ممكن يطبعهم في كل اجازه 10 ورقات يخش 10 ورقات يحطهم ولا جوه. ثلاث ورقات لورا فيه. بالظبط. انا لما بسافر بالقطر الحقيقه بحط وانا مسافر الساعتين بتوع القطر قبل ما بنزل من البيت عشان ما بقدرش اقرا في على الكمبيوتر، تمام؟ في الساعتين بروح طابع الايه البيبر اللي انا عايز اقراها، عايز اخلصها لغايه ما اوصل. تمام، ساعتين من القاهره لاسكندريه ساعتين هيضيعوا على الفاضي. لا اخلصهم اقرا وادخلهم. اقرا تمام فيهم دول، خدهم بحيث لما توصل يبقى عندك فكره ايه دي خلصتها خلصت من عليا. بالظبط لا بالظبط، استغل نفس الكلام، يو كان دو. بيحاول يضيف لنفسه حاجة كل يوم يعني. مظبوط كده. طبعا والسؤال ده شوية يعني ممكن طبعا اقول لحضرتك، هو بالنسبة كان حد بيسأل على مشروع الامل، حضرتك برنامج الامل طبعا اللي كلنا عارفينه، تمام. هو طبعا بيقول ان لو حد ما دخلوش دي حاجه، ما دخلوش يعوض الموضوع ده ازاي، ولو هو اصلا البرنامج احنا مش عارفين هيتعمل ولا لا السنه دي في ظل الظروف دي. طيب احنا في مجلس في الاي جي اس كان الاستاذ سمير معاه كل الاسبوع اللي فات. كان موجود بس ما مش تقريبا ما اثرش النقطه ما دي حدش لسه يعني. اثرها معايا، انت عارف احنا انا عضو مجلس اداره مع بالظبط سمير في في الاي الجمعيه، جي اس. احنا لسه ما خدناش قرار فعلا لان مش باينه الصوره، لكن احنا كنا بالظبط هنعمله، احنا كنا اوريدي مجهزين وكنا هناخد كل الناس، هنعمل ابلكيشن اونلاين لكل الناس، كل اللي يقدم يعني دكتور ما سمير نقدرش كان فعلا نستثني. اتكلم في احنا الموضوع ده السنين اللي كذا فاتت مرة. ناخد 10 الاوائل، لا كنا هنعمل. انا كنت ريكومندد جدا كمان انا بالذات ان احنا ناخد كل الناس. ليه؟ لان عارف ان في ناس جيد او حتى اقل من جيد بس كويسين والتكنيكال عنده جدا كويس. وتكنيكال عنده كويس، فكان كنا هنفتح بال كل الناس. لكن المشكله السنه دي انه احتمال كبير يبقى احتمال كبير انها تبقى ما تتعملش، لكن للاسف لسه ما طبعا، تقدرش ان هي تقرا. عشان بتبقى في كل سنه في شركه او في مكان، فطبعا في مكان الاختيارات هي بيبقى هتبقى المشكله بتاعتنا هنا في الحته دي، المكان اللي وطبعا يا دكتور هنعمله. محدش هيقدر ياخد الريسك بان هو يخاطر بعدد مثلا من لا لا الطلبه خالص، 40 او لا حاجه لا، لا بيقولوا قدر عليه الله بيبقى يحصل. زحمه وبيقعدوا مع بعض ويشتغلوا جروب وكده، بالظبط. فان نو واي. وبعدين حتى بناخدهم في الجمعيه، عندنا الجمعيه صعبه صغيره برضه. صغيره صعبه. يقعدوا مثلا العشره بيقعدوا على ترابيزه واحده، فهيبقى فيها بالظبط، ريسك شويه، هي فيها فاحتمال ريسك كبير شويه. ما وفعلا كان تتعملش. دكتور سمير اتكلم في الموضوع ده كذا مره، حتى لما كان موجود عندنا في طنطا اخر مره كان قال ان هو فعلا اثير كذا مره نقطه ان هم عايزين يفتحوها، لان فعلا طبعا التقدير كلنا عارفين ان التقدير هو مجرد شطاره في اداء الامتحان، مش شطاره في مظبوط التكنيكال يعني. مظبوط انت بس مظبوط عارف صح، الدكتور عايز ايه، الدكتور عايز منك ايه في بديله الاجابه، اللي هو عايزه. فبيديك مظبوط الدرجه. في صح. ممكن واحد تاني شاطر تكنيكال بس مش دماغه شويه مش مطبعه مع دماغ الدكتور، مش عارف هو بيكتب له ايه، فبالتالي التقدير هو مش مقياس خالص. محدش يقول انا امتياز انا جيد جدا، لا ممكن يبقى حد لا جيد لا وشاطر. ودي الفكره فعلا ان ربنا يجزيهم عليه خير في حضراتكم في المجلس الاداره ان انتوا خدتوا بالكم من النقطه دي، لان فعلا فعلا في ناس كتير بتبقى جيد وتقديراتها لا اقل من جيد كويسة جدا كويس، وكده دي وبيبقى كانت شاطر. تفيد كويس جدا. بالظبط. طبعا ناس كتير بتسال على الكارير شيفت، وان الظروف صعبه وتاثير الازمه والكلام ده تاني برضو بيسالوا خليني فيه. اقول لك اخلي لك اقول لك نقطه واحده على الكارير شيفت، مش هتكلم فيه كتير. اللي عنده شجاعه، اللي عنده شجاعه واثق في نفسه بياخد كارير شيفت، ليه لا؟ تمام. اللي عنده شجاعه واثق في نفسه، مش بقول لك ايه، مش اي واحد، مش اللي يقول ايه خلاص انا هاخد كارير شيفت عشان مش هلاقي مش لاقي في الحته التانيه، لا انا هاخد كارير شيفت عشان انا عايز اخد كارير شيفت، تمام. انا خلاص انا عندي قناعه الحته دي خلاص بلوكد بالنسبه لي. يعمل ايه وعنده بيه؟ الشجاعة ان هو يمشي الطريق لاخره يعني. يمشي طريق هو الاخره، يعمل ايه؟ انا هقول لك ممكن يعمل ايه، يروح يؤدي ياخد دبلومه اوشا من الجامعه الامريكيه بالظبط. مثلا، ادي مثال، ياخد تمام اوشا من الجامعه بتاع الامن الصناعي، واخد بالك تمام حاجه، ويروح انا بقول لك هيشتغل بعديها بشهرين، بالظبط يا دكتور، فعلا وهم شافوا يشتغل الامثله دي بعديها كتير بشهرين يعني، بالظبط. بص شافوا بقى يعمل الامثله دي ايه، كتير. هو يشتغل بعديها بشهرين وهيخش المكان بتاع الايه الامن الصناعي كويس جدا، وعنده الحلم التاني لسه شغال يكمل عليه هو عايز، بالظبط. وهو في هو نفس خلاص المهنة عمل يعني كارير شيفت وهو مقتنع يبقى خلاص يكمل في الامن الصناعي. ممكن لو بقى ده جميل جدا. بالظبط بالظبط، لو بقى كويس في تخصص سيفتي اللي حضرتك بتقول عليه، ممكن يخش شركة من شركات البترول يبقى موجود جواها برضه كحد سيفتي يعني. ف حد بيقول لي اشطر ناس في الشركه تقديرها جيد، بعت لي على الشات، تمام. اكيد يعني احنا وكل الناس جايبها جيد جدا. الحقيقه انا ما بقولش ان اشطر ناس هم اللي جايبين جيد، خد بالك الرساله مش كده، بقول ان في كتير جدا من اللي جايبين جيد احسن من ناس كتير جدا جايبين جيد جدا، لكن ستيل في ناس جاد جدا ممتازين وجاد ممتاز ما حدش يقدر يضايقهم، ناس مركزه وكل حاجه، انما في ناس مظلومه بتقديرات القليله وهي كويسه جدا احسن من ناس بالظبط. من امثله كتيره جدا جايبين جيد جدا. فخلي بالك من كلامي، اوعى واحنا تزعل بنتكلم اللي جايب تقدير.
هو احنا بنتكلم في النقطة بتاعت الأمل، احنا ما اتكلمناش في الشغل، احنا بنتكلم بس ان الأمل كان ليه سيستم ان هو بياخد العشرة الأوائل، فبنقول ان السيستم بقى مفتوح، ما اتكلمناش في الشغل بس عشان الناس ما يحصلش كونفليكت والناس تزعل يعني. طبعا هو دكتور بيسأل هل هيبقى في تقديمات للشركات ومسابقات هترجع تاني زي 2014 2011 ولا لا؟ بص زي ما قلت لك هي انديوليشن، ده اللي انا عشته، عارف دي خبرتي بتقول كده، وانا متاكد. عارف لما تكون عشت الحاجه مره واثنين وثلاثه فانت خلاص الاكسبكتيشن اصبح بالنسبه لك بليف، انا متاكد هتطلع تاني. لانها لما تدرس البوليتيكال حوالينا بتقول لك لازم هتطلع. تمام يا دكتور. طبعا في اسئله حضرتك جاوبت عليها فعلا، اللي هو بيسال عن في مجالات تانية زي التعدين وحاجات الاقي نفسي فيها كويس وفرص عمل خلال الفتره اللي جايه، وتوقعات حضرتك غطيت الجزء ده. في سؤال طبعا يعني اتكرر كتير جدا، هو بيقول ان الواسطه بتمثل، في ناس بتقول لنا مقوله كده الواسطه 25% والباقي اجتهاد الشخص ودرجه الكفاءه، فالكلمه دي اتقالت لنا كتير جدا. طب لو انا اتخرجت من جيولوجيا وعايز اقوي نفسي اكاديميا اكتر من كده، يعني اعمل ايه بحيث ان انا لو انا ما عنديش ال 25% اللي هم بيقولوا لنا عليهم دول اوصل لمجال البترول لو انا عايز طب اشتغل؟ انت لما انت ما عندكش ال 25% او عندك ال 75% زعلان ليه؟ بالظبط يعني انت عندك 75% شيل 25 بتوع الواسطه ماشي؟ وعندك 75% انت زعلان ليه؟ طب انا عندي 75%، ده 75 جد جدا، ها؟ 75% من ال 100 ده جد جدا، يبقى انا عندي كله، يبقى انا الواسطه انساها. بص عشان نبقى واقعيين بقى دلوقتي، واللي انا بقوله لك ده انا مسؤول عنه، واحنا دلوقتي بابليك يعني. تمام. علشان تتعين جوه شركه من الشركات المشتركه وعايز بتقول واسطه، واسطتك لازم تكون وزير البترول. تمام ايه رايك في الكلام ده؟ خلصت تمام ها؟ كده تمام خلصت. بالظبط بالظبط يبقى عشان تشتغل في شركه من الشركات المشتركه واسطتك لازم تكون وزير البترول، ما يكونش مدير الهيئه ولا لا، ولا حد ولا مهندس ولا مدير ولا رئيس مجلس اداره شركه ولا اي حد. يعني انت ممكن تبقى النهارده رئيس مجلس اداره شركه ما تقدرش تعين ابنك. وانا بقول بالظبط لك الكلام ده كويس جدا، ما تقدرش تعين بالظبط ابنك. لازم تكون واسطتك، لازم وزير البترول يرفع سماعه التليفون ويقول ده يتعين. ومش هيعملها، خد بالك، ومش هيعملها. بالظبط، أكيد صعبة هتحسب اه عليه مش طبعا. هيعملها. فاذا بالنسبه للشركات مش هنساها. طيب بالنسبه للشركات الاجنبيه، بص بقى، انا ممكن، انا شخصيا ممكن اعمل ايه؟ انا شفت احمد او اسامه او زكي كويس، هو كويس، امكانياته كويسه جدا جدا، وانا اعرف فلان الفلاني عايز ناس. فبعمل له ايه؟ بقول له خد شوف الابن ده اعمل له انترفيو. ريكومنديشن يعني. اعمل له ري انترفيو لان انا ده كويس في البوزيشن بتاعي كويس. ليه؟ انا اونست، هو الراجل عايز حد يشتغل فهياخد له انترفيو. بس خد بالك الشركات الاجنبيه يعملوا انترفيو، لكن لو لقاه مش كويس مش هاخده، وانا مش بالظبط هديهوله لو كان مش كويس. خد بالك بقى من دي، بالظبط انا في حاجه ما بالظبط اسمهاش واسطه، انا بعملها ريكومنديشن، وريكومنديشن مشروعه. اختلف النهارده كتير حضرتك جدا لما طبعا. تروح تعمل ماجستير بره وتيجي تقول لي انا عايز ريكومنديشن ليتر منك انك انت درست 4 سنين، بعمل لك ريكومنديشن ولا لا؟ ريكومنديشن في حاجه، بالظبط بالعكس اثنين ثلاثه ريكومنديشن يبقى زي الفل. سؤال تاني، الاتجاه بتاع السوفت وير، اتجاه دلوقتي للسوفت وير، وحقيقة ممكن تمكني من السوفت وير يخليني أقدر نفسي في مجالي. طبعا حضرتك اتكلمت عن الموضوع ده بنسبة كبيرة جدا، يعني اللي هو زي ما حضرتك قلت السوفت ويرز بتاع الارتفيشال انتليجنس وكده. كويس. فرص العمل في مصر أفضل ولا بره مصر بالنسبة للجيولوجيين؟ وطبعا بيتكلم عن السلبيات بتاعة السفر، الغربة والحاجات اللي زي دي، وايه الشركات اللي ممكن تبقى موجوده بره بتطلب جيولوجيين بشكل كويس. يعني لو انا، يعني هو بيسال يا دكتور سؤال ببساطه، يعني فرص المجال اكتر جوه مصر ولا بره مصر في الوقت الحالي؟ ولو في حاجات من بره احنا مش مطلعين عليها ومش عارفين انها بتطلب كتير او بلاد معينه، ايه هي يعني؟ دي ده ملخص السؤال عشان اوصل طول شويه. طيب انا ممكن ارد عليك ببساطه جدا، علشان تعرف الشركات اللي بره طالبه ايه، جيولوجيين اللي بتدخل ايه، هم تقدر تخش على اويل اند جاس. جوبس ده على سايت، تقدر اي حد يقدر يخش عليه، تقدر تمام تعمل ستاتستكس. ما تستنانيش اقول لك، تقدر تخش تعمل ستاتستكس لمين هم اخذوا كام جيولوجي السنه اللي فاتت، واخدوه بخبرات من 10 سنين ولا 15 سنه ولا سنه، ولا فريش جراديوت، ولا اشتغلوا ايه. هتجد تقريبا كده، تقريبا الفريش جرادويت صفر. بالضبط شوف ردي مباشره، هتجد تقريبا الفريش جرادويت اللي تاخد بره مصر صفر. ليه؟ واحد هيعمل لك استقدام واجيبك وادي لك شقه وادي لك عربيه وادي لك انشوره زرق، وانت لسه ما ابتديتش الالف به بتاعتك. طب انت مستعجل على ايه؟ ما تعمل الاول كارير هنا وقف على رجليك، وبعدين اطلع بره كخبره، مش كده ولا ايه؟ انت تمام يا دكتور اكسبات، اكسبات معناها انك عندك خبره والناس اللي بره بتاخدك بخبرتك، مش بتطلع كده انت فريش جرادويت.
الحاجه الوحيده اللي طلعها بره مصر وانت فريش جرادويت وانا بعمل لك عليها ريكومنديشن، ايه هي؟ حضرتك تروح تعمل تاخد منحه من اي جامعه من المانيا ولا هولندا ولا سويسرا ولا اي دوله عشان تعمل الام اس سي بتاعتك، تعمل ماجستير دراسه اكاديميه، ودي تمام. لازم عندك مقدمه مبلغ شويه علشان تقدر تبتدي فيها. دي اقول لك اعمل لك ريكومنديشن من بكره تعملها، مش تمام. من بكره، من النهارده تقعد تعمل الكلام ده. طبعا لان فيها يعني ده موجوده كتير وفي جامعات كتير كتير بتعرض حاجات جدا، كتير اونلاين. جدا، كتير جدا. سؤال من ضمن يعني تقريبا خلاص الاسئله اللي اتبعتت عشان نبتدي نشوف الكومنتس دلوقتي لو حد حابب يحط لنا فيها اسئله او حاجه. تمام. هو بيسال على المسميات او التخصصات الوظيفيه للجيولوجي في شركات البترول يعني، هو ولو انا يعني لو كل تخصص مثلا حضرتك بتركومند فرع معين في الجيولوجيا اركز عليه. هو بص، اول حاجه انت هتبتدي بدايه، لو هتبقى لو انت يعني لو انت محظوظ شويه هتبتدي في الفيلد جيولوجي، جيولوجي ويل سايد جيولوجيست، لازم تبتدي بدي. لو انت رحت اشتغلت جيولوجي في اي فرع من لازم تروح البير تقعد على اللي تعمل لك بيرين او ثلاثه في كام كونسيشن. يعني مثلا لو انت رحت شركه شغاله في ساحل غربيه مثلا في مصر هتعمل لك بيرين ثلاثه في مصر. طب والخليج السويس، لو انت محظوظ قوي تعمل لك بيرين ثلاثه في خليج السويس. طب لو انت محظوظ قوي كمان بير فين؟ في الدلتا، يبقى عندك الثلاثه. تمام. معظم الجيولوجيين الموجودين في مصر ريستريكتد، يعني ايه؟ طول عمره قاعد في الحته دي، طول عمره بيشتغل ساحل غربيه، خلاص ما شافش السكشن بتاع خليج السويس، او العكس شاف خليج السويس ما شافش السكشن بتاع ساحل غربيه، او اشتغل في الدلتا ما اشتغلش في ساحل غربيه. قليل جدا من اللي يكون مر على الثلاثه دول، لازم يكون خبرته عدت الست سبع ثمان سنين عشان يوصل للثلاثه. لكن اني واي هنبدا بواحده، هتبتدي بواحده ويل سايد جيولوجي، هتيجي تقعد في المكتب، في المكتب هتشتغل جيولوجي انتربريتيشن، انتربريتيشن جيولوجي، هتعمل كروس سكشن، هتعمل مابينج، هتعمل الكلام ده كله في هتعمل الكلام ده كله لازم يبقى عندك باك جراوند في البتروفيزكس. تمام. مش هتعمل كوريليشن من غير يبقى عندك بتروفيزكس، دول مع بعض. ممكن تبقى بقى بيورلي بتروفيزيست، يبقى شغلتك الاساس بتروفيزيست، خلاص بقيت تمام، تمسك اللوجز وتطلع منها البيزونز وتحسب فيها الووتر سيتويشن، هو بقيت بتروفيزيست، او ظليت راجل بتاع جيولوجي بتاع كوريليشن بتاع ستاديز. وانت لما بتكبر قوي شويه ممكن يودوك على الريجنال، انك تشتغل ريجنال جيولوجي، مش تشتغل بس على الفيلد بتاعكم ديفلوبمنت، لا بشتغل ريجنال كل الساحل الغربيه على بعضها دي فيجن عالي، مش كده؟ غير لما يبقى عندك انت ريستريكتد الفيلد بتاعك، او تشتغل خليج السويس كله على بعضه ريجنال، او تشتغل الاوبشور ميديترينيان كله على بعضه. دي كواليتي ما ينفعش تبقى خمس ست سنين، ما ينفعش، مش كده؟ ليه؟ لازم يبقى ايه؟ يبقى عندك النو هاو بتاع الريجنال. اللي عايز اقوله لك، لا انت ممكن تبقى عندك كل ده يصب في وقت قليل، تجمعه تضغطه انت اللي تقدر تعمل كده اول ما تاخد البتاع، بس لازم تبتدي بالويب سايت. تمام. هو في يا دكتور حد كان بيقول يعني بيقول ان هو دلوقتي في ظل اي ازمه بتحصل في البترول، سواء ازمه سياسيه او ازمه اقتصاديه زي اللي موجوده حاليا، ايه اللي يخليني انا يعني لو انا الشركه هتضحي بالناس يبقى انا مثلا اخر واحد هيضحوا بيه؟ يعني هل هو المرتب عامل؟ يعني مثلا انا مثلا حد اكسبيرينس، فممكن انا حد ممكن يقوم بدوري صغير شويه فيمشوني عشان انا يعني باخد مرتب كبير. يعني هو بيتكلم عن الحاجه اللي هتخليه ستيبل اكتر، اللي هو من الاخر لو انا هيضحوا بخمسه يبقى انا الخامس اللي هو اخر واحد، مش اول واحد. ده سؤال يعني خبيث شويه، يعني سؤال في نسبه خباثه، بس كويس، حلو، دي حل حاجه كويسه قوي. انك تبقى مميز بحاجه وزين المجموعه دي ما حدش يعرفها الا انت. تمام. انا بشتغل ومعايا خمسه، واحد منهم هو الوحيد اللي بيعرف يعمل الحته دي مثلا، على سبيل المثال هو الوحيد اللي بيعرف يشتغل روك فيزكس، تمام، وانا محتاج الروك فيزكس في الفتره اللي جايه، طب همشيه ازاي؟ بالضبط. هو اعلى مرتب مش اصغر مرتب، ممكن اساومه، ممكن اساوم اقول له هعمل لك 30% ريدكشن نتيجه البتاع ده، لكن مش همشيه، مش كده ولا ايه؟ فاذا اللي مش هيخليني امشيك هو مدى الجاب اللي انت بتبنيه عندي. فانت لازم تبقى سمارت وانت وسط منظومه، تبقى سمارت. فاليو في مكانك ولا لا؟ يعني املى المكان بتاعي كويس جدا، والكومبيتيشن بتاعتي مع اللي حواليا محدش اكتر من رزقه، ها؟ يعني دي اسمها كومبيتيشن، لكن فانت بتاخد بالاسباب يعني. بتاخد الاسباب، املى المكان بتاعي كويس جدا، محدش نافسني فيه الا انا. بالظبط. ساعتها هبقى اخر واحد. شوف. حلوه جدا دي، حلوه جدا الاجابه دي يا دكتور. طبعا دي تقريبا الاسئله اللي اتبعتت معظمها، طبعا في اسئله عديناها معلش بس عشان فيها حاجات مكرره والدكتور قالها عشان احنا طولنا على الدكتور. طبعا ناس في الكومنتات، ناس كتير بترحب بحضرتك طبعا من داخل الجامعه، وفي حد بيقول ان دكتور هشام سلام كان موجود معانا في اللايف من شويه كان بيتابعنا. والله يا اهلا وسهلا.
في وجيه فارس كطناح ده تقريبا من بره مصر، بيبعت لحضرتك السلام، وما شاء الله يا دكتور اسلوب لا في الشرح وتبسيط، والموضوع فعلا الازمه اللي احنا فيها مش سهل. في طبعا حمزه بيسال، حمزه احمد حمزة بتاعنا بيقول احنا بيقول اه طبعا بيضيف معلومه لحضرتك، بيقول نفسنا الجامعات يا دكتور تركز على المجالات التانيه زي البترول، وخصوصا في الكورسات، يعني ان هم وهم في التدريس نفسه يركزوا على الحاجات اللي زي دي، زي في المناهج بتاع الالكتريك 1 والالكتريك 2 مثلا، يبقى في سويل 1، يبقى في اركيولوجي 1 و2. لا بس للاسف الجامعات بتقتصر على كورس واحد بس، يعني مثلا اللي هو يديله مثلا كورس كهربيه، كورس حاجه في الاركيولوجي، حاجه في السويل. لا بقول يا ريت ان فعلا الجامعات تبتدي تركز اكتر بانها تدي اكتر من كورس في التوبكس دي، وده طبعا اللي حضرتك قلت عليه ان الحاجات دي مهمه والمجال بتاعها موجود والشغل بتاعها اوريدي فعلا موجود. طيب في واحد بعت رسالة مهمة جدا ان انا ارد عليها اتفضل يا دكتور. يا ابراهيم. واحد بيقول لي ان ده معنى كلامك ان انا لو انا بشتغل في مجموعة وفي حد حواليا طلب مني حاجة اعلمها له ولا ما اعلمهالوش هنبقى مميز. انت فهمت كلامي غلط، انت شور فهمت كلامي غلط. انا ما بقولكش داري عن اللي حواليك، مش بس كده اقول ولا ايه؟ اتميز عمر اللي بيدي ما يخاف. مرة بالظبط. تانية، عمر اللي بيدي ما يخاف، ما تخافش ابدا. اولا انت مؤمن برزقك، مش كده ولا ايه؟ حد طلب منك انك تعلمه، علمه بما يرضي الله. زكاة علمي فعلا. عمره ما هيوصل للي انت وصلت له في الحته دي، وحتى لو وصل الارزاق بيد الله، ما تخافش من دي. تمام؟ ودي زكاة العلم يا دكتور. ودي زكاه العلم. فاوعى في يوم من الايام تخاف تدي معلومه خوفا على المكان بتاعك. يعني احنا بنشوف الخواجات بيعملوا كده الحقيقه، يعني لو عشت الخواجات بيعملوا كده، يقول لك لا انا اعلمك هيمشوني. احنا ما عندناش بالظبط. دي. اللي يطلب منك انت مش هتروح تنزل تقول تعالى اعلمكم، مش كده ولا ايه؟ بالظبط بالظبط انت مش هتروح بالظبط تقول اعلمك، لكن بالظبط. حد قصدك في علم او حسيت انه مزنوق، انت شايفه مزنوق وانت عندك النو هاو، لا لازم تعملها بما يرضي الله. وتبقى النية لله طبعا، يعني ما هي انا دي بقول لك المهمة. بما يرضي الله. لا اه بالظبط انا بس كان مهم ارد على الزميل اللي بيسأل السؤال ده. بالظبط. سؤال تاني من احمد فكري بيقول انا دلوقتي خريج جيوفيزياء وبدرس تمهيدي في السايزميك، اطور نفسي ازاي في التخصص في ظل الظروف دي؟ اعتقد حضرتك يعني جاوبتنا على الموضوع ده. تمام. في حد، في عبد الرازق حسن بيقول دور الجيولوجي في مجال المياه الجوفية. ده ما احنا قلنا عليه، قلنا ده دور اساسي، ده دور بالظبط، اساسي. سواء في الجسات اللي بتتم قبل حفر اساسي البير لا، ولو او كان في جيولوجي البير بيعمل نفسه، انتربتيشن البير للويل نفسه وكل حاجه بالظبط وبيشوف الزون بالظبط ويعمل ديفينيشن للسكرين اللي هيحطها وكل الكلام ده بالظبط كله. بالظبط. في عبد الوهاب الناس، هو طبعا بيوصل سلامه بيقول بالله يا ادمن وصل سلام الدكتور علي بكر وبارك الله فيه، وربنا ينفعه وينفعنا بعلمه وان شاء الله في ميزان حسناته. الله يبارك فيك. بيقول في احمد سليمان، ابو سليمان بيسال راي حضرتك في مدى نجاح الابار الاستكشافيه في البحر الاحمر. طيب هو ده سؤال ما تجاوبش على الملأ بصراحة، يعني هو أنا ممكن مش عايز أجاوب تمام السؤال ده على الملأ، لأن تمام في جزء إحنا محدش يعرفه. يعني بص، الإكسبلوريشن في دايماً ستيتمنت كده، there is always first time، يعني دايماً في أول مرة. يعني ايه في اول مره؟ يعني حين انت ما حصلش ابدا قبل كده، بس ممكن يحصل لاول مره. زي زهر كده، شوف زهر ده ما حصلش خالص في سنين الحفر، كل بالظبط الشركات جايه تشتغل على البلايوسين، ما حد اشتغل على ريف، بالظبط بس فجاه اشتغل جاب حاجه كبيره. كل اللي هتساله على البحر الاحمر هيقول لك النص التحتاني فاضي عشان السخونيه، واحنا عارفين الكلام ده كله، مش هزود، والنص الفوقاني ربنا يكرم. انما there is always first time بالظبط ideas، بالظبط احنا بالظبط بنكسب بالايدياز. جيولوجي هيجي ويحط ايديا ويحط كونسبت وتعمل له تيست، هتلاقي ديسكفر. انا مؤمن بكده، اي حته كده، زي ما اي حضرتك حته. قلت مثال على ده فعلا جيولوجي ظهر يطلع اللي اول بايديا، ظهر. جيولوجي يطلع هيبقى ايديا، مش بتكنولوجيا، مش باستخدام الكمبيوتر، ايديا بالظبط فكره نتيجه اللي عنده، ويطلع بيها الكونسبت ويطلع راجل، مفيش اي مشكله في كده. بالظبط فايه ما يعني ما يهمكش عدد الابار دراي. تمام. يعني حضرتك زي ما قلت بالظبط، في ظهر كانت الدنيا في الاول خالص كفيرست تايم، الناس قالت مفيش ومفيش، ولما جم يشتغلوا تاني بكونسبت تاني بشكل تاني الدنيا اختلفت خالص. فهي ما تقدرش تقول ما فيش والا ما كانش الفتره الاخيره دي. بس هو اصلا الانفستمنت في البحر الاحمر مش بتاع الصغيرين، يعني مش بتاع بالظبط شركه عندها 100 مليون ولا حاجه ودي، مش بتاع شركه، ده بتاع شركه بالظبط كبار اللي هم بالظبط البيج البيج دوجز، هم اللي بيخشوا الحته دي يعني. بالظبط يا دكتور.
في مستر مصطفى حجاج، سلام على حضرتك، السلام عليكم. وبيقول عليكم طبعا السلام. بيضيف للمعلومات، اي حد عاوز يشتغل لازم يسأل نفسه الشركه دي هتاخده ليه، لازم يكون عنده ميزه مش مجرد موجود عنده تقدير وسوفت سكيلز واستخدم سوفت وير وخلاص. في حد بيسأل على بيقول لو هو جاله يا دكتور بوزيشن في شركه في اي سيرفيس مثلا سامبل كاتشر، حضرتك شايف حاجه كويسه يبتدي بيها ولا لا؟ اولا مفيش شغلانه مش حاجه كويسه، تمام طالما شغلانه بتشتغل ان شاء الله حتى سامبل كاتشر، ان شاء الله حتى روست اباوت، اي شغلانه بتكسب فيها فلوس وعينيك بتشوف انا بعتبرها كويسه جدا. يا اخي ده اللي بيشتغل سامبل كاتشر هيعرف كل شغل المطلوبين، هيشوف كل حاجة بالظبط هيشوف كل حاجه قدام عينيه وهيشوفها تسد ايديه هتوسخ منها، يعني هي سامبل بالظبط كاتشر ده ايديه هتتملى طينه، هيشوف يعني بالظبط ايه كاتنجز، ها هيشوف اللوجز اللي هو انترست، وفي نفس بالظبط الوقت ميديا دي البابو، يعني معلش انا اسف، في نفس صح. الوقت هياخد فلوس. حضرتك فعلا دايما بتاكد لنا على الفكره دي، ان انا بدل ما انا قاعد، يعني دايما بنقول الشغل بيجيب شغل والقعده بتجيب قعده، دايما لا كل فانت مقرر بيقول لنا كده يعني اشتغل اي حاجه تجيب لك فلوس، ذوق طعم انك انت تشتغل بفلوسك، ما بالظبط تعتمدش على الديلي ماني اللي بتاخدها من الحاج. في سؤال تاني يا دكتور مصطفى محمود بيسأل، انا بقالي 8 سنين بروسيسنج، ممكن انقل انتربريتيشن؟ طبعا ايه المشكلة؟ في طبعا عندنا دكتور محمد عبد الواحد، استاذ دكتور عندنا في جامعه طنطا، استاذ دكتور محمد الدبلوماسيات الجبيه، بيبعت تحياته لحضرتك. الله يكرمك ويكرمه. في عندنا مصطفى محمود بيسأل، الكيمياء مع الجيولوجيا ليهم شغل في البترول يا دكتور، ولا عشان انا مش متخصص مثلا في حاجه فيهم فادور على شغل تاني؟ لا ليه؟ هقول لك حاجة، وانت سعادتك مين المود انجينير؟ المود انجينير ده مين هو؟ هو الكيمياء بالظبط جيولوجي، بالظبط، مش كده؟ ولا المود انجينير ده هو الكيمياء جيولوجي، عايز المود تفتح انجينير يعني مود انجينير بقى. تفتح ابتديت كيمياء بقى جيولوجيا ابتديت كامب سامبل كاتشر، وبعدين اشتغلت مود انجينير، واشتغلت بريشر انجينير، وبعدين بقيت ايه؟ انت مسؤول عن المود بتاع الحفر كله، انت خريج بالظبط ايه؟ كيمياء جيولوجي. بالظبط انسب واحد، مش جيولوجي انسب واحد، كيمياء جيولوجي انسب واحد. بالظبط. وبعدين كمان يا دكتور عنده المعرفة، يعني أحسن من بتاع كيمياء، إن هو عنده كمان المعرفة بتاع الجيولوجيا، عشان مش كده مجرد بقول لك كيمياء كيميائي جيولوجي بيعمل احسن واحد. واحد كاتب بيقول انا كيمياء جيولوجيا وناس كتير غيري، مفيش مشكله. مفيش مشكله طبعا. هو طبعا بيسأل بيكمل سؤاله، الكورسات اللي تبع الجيولوجيا اللي تفيدني كيميائي في البترول وتخليني مميز فيه. هو قصده ايه كيميائي في البترول؟ معلش كلمه كيميائي في البترول دي هل انت بتشتغل في الداون ستريم قصدك؟ هو ممكن يكون قصده كده يا دكتور، ويعني او هو هو طبعا هو لسه طالب، فممكن يكون الموضوع مختلط عليه، يعني هو كيمياء جيولوجيا، وبقول ايه الكورسات اللي تبع الجيولوجيا، لو انا يعني كحد بتاع جيولوجيا كيمياء، ايه الحاجات اللي في الجيولوجيا اكد عليها او اركز فيها، بحيث انها تبقى مخليني مميز، بجانب ان انا مميز ان انا مميز كيمياء، مميز في الجيولوجيا برضه. ما هي بص الحاجات دي كلها ديفايند في السيلبس بتاع الجامعه، يعني تمام الجامعه نفسها مختاره الكورسات اللي هي منظماها بحيث انها تفيد الراجل اللي خريج كيمياء جيولوجي عشان يشتغل في الاثنين، يشتغل كيماوي ويشتغل برضه جيولوجيست، وده اللي انت محتاجه فيهم. وممكن على فكره كيمياء جيولوجي يشتغل في الداون ستريم، دول بيشتغلوا كتير جدا في الداون ستريم، في تمام البترو كيميكالز كلهم بيشتغلوا كويس قوي، كويس قوي تمام قوي، يعني هو خريج كيمياء جيولوجي بيشتغل كويس جدا فيهم في الداون ودي ستريم، طبعا شغاله على طول ما بتقفش، دي ما دي ما فيهاش بتقفش. بروسيسنج دي على طول، وخلي بالك دي اللي هي الانفستمنت العالي، بالظبط لان يعني النهارده محطات الاساله اللي موجوده عندنا في دمياط واللي موجوده عندنا في البرولوس واللي موجوده في الحته دي كلها، دي محطات بمليارات بمليارات شغاله. بالظبط فالكيمي البترو كيميكالز شغاله كويس قوي. تمام. في سؤال محمد اشرف بيسال حضرتك، حضرتك كنت اشرت يوم الاوبننج بتاع الاس اي جي في طنطا لحاجه جديده في السايزميك اسمها النيوترال نت كلاودز، ممكن نبذه بسيطه عنها؟ اللي هو القصد هو الكلاودز، انتوا كلكم عارفين ده، انتوا كنتوا شباب عارفين ايه كلاودز كلهم. بالظبط هو دلوقتي اصبح حتى شلمبرجي النهارده لما تيجي تاخد منها بتريل سوفت وير اصبح ما فيش حاجه على الارض تقدر تشتري لابتوب من كارفور ب 3 4000 جنيه مصري، مش 3 4000 دولار، وتحط وينزل لك عليه هو اوريدي كل الداتا بتاعتك بتاعت السايزميك بتترفع على الكلاود، تمام، واللايسنس على الكلاود، تمام تمام، وتقدر تخش من خلال الانترنت بالكمبيوتر البسيط اللي انت جايبه ده تشتغل اون تايم على بالظبط، هي طول، بقى حتى ولا أأمن تحمل ولا تشيل ولا تحفظ ولا تخاف على التيبس زي ما كنا بنعمل زمان، ولا تعمل باك اب، ولا مالكش دعوه، كل ده معمول لك جوه بقت الكلاود. أأمن كتير يا دكتور من فكرة الهاردوير وفكرة الهاردوير. وما عندكش الهاردوير تشتريه ولا اي حاجه، بتوفر ده الكلام ده كله، فالنهارده كل ده شغال رسمي.
يعني شركات انا يا في دكتور، انا قريت مره مقاله ان في جهات استخباراتيه عالميه اشترت سيرفرات وكلاودز كبيره بتحط البيانات بتاعتها عليها، وطبعا بتبقى سكيورد وكده، لان طبعا الموضوع بيبقى امن بكتير، لان الهارد بيبقى حتى الاختراق الامان بتاع الكلاود اعلى بكتير جدا من فكره الهارد. مظبوط، ولا فحد بقى وكميه الكم كويس من الداتا، هي بس عايز انترنت كويس، يعني هو عايز انترنت عشان بالظبط. تعمل اكسس، عايز انترنت كويس. وده موجود الحقيقه كتير دلوقتي، يعني احنا مؤخرا كان في مناقصه بنبص عليها مثلا في عمان، وعمان كانت من الدول اللي بتحتفظ بالداتا عندها، مستحيل تطلع من عندها بير، مفيش تمام. حاجه اسمها بير يطلع بره عمان. طب النهارده هيشتغلوا ازاي؟ هيعمل ايه؟ محدش هيروح عشان الكورونا، مش كده ولا ايه؟ بالظبط بالظبط. اقترحنا عليهم وقلنا لهم احسن حاجه حط الداتا بتاعتكم على الكلاود واحنا نعمل لها اكسس من هنا، بالظبط. هنا نقدر نبص عليها ونعمل لها انتربريتيشن وكل حاجه. فده بالظبط. اصبح ده اللغه العاديه يعني. فبرضه اتعلم الكلام ده، التكنولوجيا دي بتعمل ازاي. في حاجه برضه من الحاجات، يمكن الحاجه الشيء لزوم الشيء، النهارده الريسيرش سنتر بتاع شلمبرجي في النرويج، فالديفلوبمنت بتاع السوفت وير للناس اللي هم عندهم انترست يقدروا يخشوا على السنتر ده ويعرفوا السنتر ده عايز ايه، السكيلز اللي عايزه ايه، بحيث انه ممكن يشتغل ديفلوبر لو هو ميال للكمبيوتر والديفلوبمنت بتاعتها. يبص يعني زي ما حضرتك بتقول، يبص في الجوب ديسكريبشن كويس بتاع الموضوع، شوف هو محتاج ايه عشان يقدر يفيد مع اي الموضوع. عشان يقوي بيه نفسه، بحيث ان هو يبيع بالظبط نفسه بيه. بالظبط. سؤال تاني يا دكتور. هو طبعا باشمهندس عبد الوهاب النعاس، هو بيقول لحضرتك هو من ليبيا وبيبعت لحضرتك النحاس، تحياته تاني. عبد الوهاب. بيقول انا جيولوجي وبعرف اشتغل بتريل وتيك لوك، دي اضافه ولا هي دي البيزكس، ولا هي يعني الاضافه في دول ولا الاضافه في حاجه تانيه غير دول؟ يعني هي لا ده ليها اعتبار هم البتريل والتيك لوج بالنسبه له عبد الوهاب ده مور ذان انف، كويس قوي يعني، لو اتعلمهم ده السكيلز الاساسيه اللي يقدر يشتغل بيها على طول. تمام، يعني دي مش الاضافه اللي يعني دي مش الحاجه المميزه اللي حضرتك بتقول عليها، ان انا بقول لا له لا مش دايما دي انت الحاجه عندك حاجه المميزه، مميزه. لا دي حاجه اللي المفروض البيزك لازم يشتغل بيها يعني. تمام. في سؤال من نهال محمد بتقول ممكن نبذه مختصره من حضرتك على البور هول ايمج لوك؟ كويس، هو اللي انا يعني هقول برضو، هنزل كده بشرح المعلومه شويه لتحت علشان ايه يبقى الكل يستوعب. يعني من الاسم نفسه بور هول ايمج، ايمج يعني ايه؟ صوره، يعني تمام انا باخد صوره من جوه البير. طب الصوره دي هتديني ايه؟ جدران البير، يعني الحفار كده في النص والجدران اللي حواليه صوره للي حواليه، كاني دخلت كاميرا وقعدت اتفرج الخرم ده اللي هو عميق ده في ايه في الجدران. طب لقيت في الجدران ايه؟ لقيت شيل، لقيت ساند، لقيت عديت على فولت، لقيت كراكس، لقيت ماد ريبلز، لقيت كروس بيدنج، كل الحاجات دي بتعمل لها ايمج، يعني ايه؟ بتتصور وتطلع، وممكن تطلع لي في شكل كور، يعني كانها بالظبط ماسوره، ها، وفيها بتقول لي، بتوصف لي بالظبط ايه اللي موجود في السب سيرفر. طب فايدته ايه؟ فايدته ان انا اللي بيطلع التصوير اللي تحت كانك شايف كروس سيكشن جيولوجي على الارض، يبقى انت تشوف الانفايرمنت، مش كده ولا ايه؟ تقدر تطلع بالظبط. بالانفايرمنت، وانت عندك وصف الليثولوجي اللي انك انت عديته، يبقى انت عارف ان ده ساند، ان ده شيل، ان ده كراكس، ان دي حفريات، حفريه عديتها، ان ده فولت، تقدر تعمل تصور تام للديبوزيشنال انفايرمنت اللي موجود هناك، تصور كام للديب بتاع الاستراكشر، تصور تام للاستراتيجرافيك ديب، استراكشر ديب، كل الحاجات دي بنطلع منها من البور هور ايمج، ودي ليها جيولوجي مختص بيها. دي واحده اضيفها لعبد الوهاب النحاس دلوقتي لو هو بيتفرج علينا، اقول له انت جيولوجي بتعرف تيك لوك وبتعرف تعرف. طب ايه رايك لو انت خدت الايمج دي وركزت عليها انك تبقى متخصص في الايمج، البور هور ايمج، مش اللوجز كلها بس بالظبط البور هور ايمج. بالظبط. ها؟ طبعا الانتربريتيشن بتاعها فعلا زي ما حضرتك بتقول هتحتاج حد متخصص، وهي حد متخصص فائدتها جدا، انها وشوف عمل بدل اكزامبل 20 30 40. بالظبط. في وائل من زميلنا واحد مش لامبرجيه، من الناس الكويسه قوي في السوق دلوقتي، وفي زميله تانية اثنين مميزين، واحد اكتر اثنين مميزين في مصر، وائل وزميله اسمها فاطمه، مش عارف اسمها ايه، برضه من الناس حضرتك قصدك باشمهندس وائل شعلان؟ وائل شعلان. عندك وائل شعلان واحد، وعندك زميله برضه ما زالت شغاله في لامبرجيه، زميله ممتازه قوي برضه، الاثنين دول مميزين، وكان رئيسهم محمود، كان رئيس في شلمبرجي محمود، دول الثلاثه اللي بيشتغلوا ايمج في مصر كويس قوي. تمام. وكان دكتور كنا برضو دكتور، اعتقد دكتور محسن اشتغل فترة دكتور كبيرة. محسن، مظبوط، الله يفتح عليك، دكتور بالظبط محسن برضو كان هاليبرتون، وكان القاهره، بالظبط. جامعه القاهره، دي ناس مميزه طبعا قوي في البور هول، في البور هول الموضوع ده ايمج. في الموضوع ده متخصص جدا فيه. مظبوط مظبوط. ففي برضو سؤال من هشام العربي بيقول الجيوكيمست از سامبل كاتشر انترناشونال لوجن كومباني، يعني هو بيسأل ان هو رأي حضرتك لو جاله ان هو سامبل كاتشر
في شركة لوجينج عالمية في الكويت، رأي حضرتك إيه؟ طبعا بيشكر حضرتك، هو طبعا بيطلب معلومة إن هو يعني شورت نوت عن اللوجينج وبيشكر حضرتك، بس هو سؤاله الأساسي إن هو لو جاي له الوظيفة دي في الكويت كسامبل كاتشر في شركة انترناشونال، رأي حضرتك فيها إيه؟ وحاجة بسيطة كده عن اللوجينج لو ممكن حضرتك تفيده بيه. يشتغل بكره او اشتغل النهارده، مفيش حاجه اسمها راي ايه. انا اتعرض عليا وظيفه، ده هو في حد لقى وظيفه دلوقتي يا جماعه؟ مفيش حاجه، مفيش وظيفه دلوقتي. فالنهارده اللي يجي له شيء ياخده، وبعدين طالما جالك ده معناه ان ربنا سبحانه وتعالى بيخطط، بيخبط برزق، غير لما انت بالظبط. تروح له. عارف لما تروح تدور على سامبل كاتشر غير لما يجي لك سامبل كاتشر؟ لما يجي لك معناه ان ربنا سبحانه وتعالى بعت لك الغات عندك رزقك، ما تسيبوش. والله دخلت وارتحت يبقى خلاص يبقى الحمد لله كده زي الفل، هتلاقي الدنيا مشيت بعد، ما تسيبوش. اي دي سلوتس فرصة طبعا، موجوده ليك فرصة ما كبيرة طبعا، تسيبهاش. فرصة هتتعب كبيرة. وهتتعب وهتسافر وهتتغرب. طب وبعدين؟ طب احسن من القعده، هتتعب اكتر لو قعدت. بالظبط. بالنسبه بقى ان اللوجينج، مش هنقول اللوجينج في يعني مش هقول لك يعني ايه لوجينج، بس في القعده دي ببساطه قوي. لكن هي اللوجينج عباره عن قياسات كهربائيه اساسيه جوه الابار، بتقيس صفات كهربائيه للطبقات. يعني بتقيس مقاومه الطبقه، ريزيستيفيتي بتاعت الطبقه، بتقيس وجود الاشعه جوه الطبقه، الطبقه دي مشعه ولا لا، زي الشيل عاده بيبقى فيه نسبه جاما ري عاليه. بتقيس سرعه الموجات الصوتيه جوه الطبقه. فهي دي عباره عن، دي كلمه لوجز ببساطه قوي، عباره عن قياسات للفيزيكال بروبرتيز بتاعت الطبقات، من تمام. ريزيستيفيتي الى سرعه موجات صوتيه الى اس بي الى مدى الاشعاع جوه الطبقه، دي عباره عن اللوجينج. حضرتك سؤال بس ليه علاقه بالبور هول ايمجنج، يعني ايه مصادر مثلا ممكن حضرتك تريكومند، لان الموضوع مش موجود كتير على النت، تريكومند مثلا مصدر او موقع معين ممكن يبقى موجود فيه داتا اتعلمها عن الموضوع ده. طيب في، بص انا هدي لك في على النت، لو انتوا بتكتبوا اسمها زي لايبراري، زي لايبراري مكتبه، قبلها كلمه زي، قبلها حرف زد، تمام. زي لايبراري. سعادتك هتفتح زي لايبراري وتكتب في المكان بتاع السيرش، تكتب اسم بور هول ايمج، هيجيب لك كل الكتب اللي اتنشرت في البور هول ايمج ببلاش. تمام. مرة تانية فري، اللي هتدوس عليه هتنزل بي دي اف بتاعته. تمام. ايه رأيك في كده؟ يا ريت الناس تستفيد من المعلومة الكويسة أوي دي. هتفتح. وبعدين في على فكرة في الموقع بتاعنا بتاع مصر، في الموقع مصر بتاع اللايب، المكتبة بتاع مصر ده في كل حاجة برضه، تقدر تخش اللي فيه هو برضه. بنك المعرفة. بنك المعرفة ده موجود برضه تخش فيه، بس أنا بكلمك أنا بستسهل ده. تمام يعني أي كتاب أنا عايزه، أي كتاب أنا عايزه وما اقدرش ادفع ثمن، فبخش على تمام زي لايبرري واكتب اسم الكتاب وانزله، اعمل له بي دي اف احطه عندي على طول وبقرا، مفيش مشاكل. هو لا في بتدفع قرش ولا 10، ليك في اليوم اعتقد كده ليك في اليوم تنزل 5 إلى 8 كتب، ما تقدرش تنزل اكتر من كده. يعني ده كويس خلص جدا ان الثمانيه انت النهارده، بكره تنزل 8 تانيين. بالظبط. في سؤال من محمد نوح بيسأل حضرتك، بيقول لك ربنا يبارك في عمر حضرتك وعلمك، وبيقول حضرتك بقى له 10 سنين شغال في الويل تيستنج، وعايز يكون بيتمنى ان هو يشتغل ريزرفوار انجينير، ممكن يعمل ايه؟ أو والله بص، ايه المتطلبات هساله انه راجل انجينير، ايه المتطلبات المطلوبه منه عشان يشتغل ريزرفوار انجينير؟ لازم يكون شارك في بروجكت، تمام. لان هو ويل تيستنج، شغال ويل تيستنج بس، لكن ما اشتغلش دراسه كريزرفوار انجينير، ما اشتغلش دراسه، لازم يشارك بدراسه لانه عنده 10 سنين، فلازم يشارك بدراسه. فممكن يشارك بدراسه في اي دراسه موجوده حواليه، لو في المكان اللي موجود فيه فري، عشان تمام. يتعلم، يتعلم من جرب بروجكت من اتنين. يتعلم بس. يتعلم بس. ما هو مش محتاج فلوس، هو شغال مش تمام. كده ولا ايه؟ عشان يتعلم بس، لما يتعلم هيلاقي يقدر يواجه نفسه مين اللي ممكن يستخدمه. تمام. في طبعا حمزة مشكورا يعني رد على حد بيقول له ممكن ابعت لك لو انت محتاج كورس ابعته لك، مشكورا يا حمزة. تمام. طبعا احنا كده تقريبا ما فيش كومنتات، خلاص احنا تخلصنا كومنتات وخلصنا الأسئلة، وطبعا احنا طولنا جدا يعني على دكتور علي. لا خالص والله، انا اتمنى سعيد يعني ان انا يعني بقدم لكم اي حاجه اقدر اساعدكم فيها، انا معاكم والله يا في دكتور اي حاجه. بجد يعني معلومات، يعني معلومات قيمة جدا، يعني أتمنى يا رب، يعني إحنا ما نقدرش طبعا يعني معلومات ما نقدرش نشكر حضرتك عليها، إحنا نقول يا رب ربنا يجزي حضرتك بها خير، وهي دي الله زكاة يكرمك العلم، والله، ربنا هي دي يخليك زكاة العلم زي ما ربنا قال، وعلمه ماذا عمل به.
يا رب ربنا ينفعك بيه يا رب دنيا واخره، ويزيدك دايما كده علم وتواضع. ده ربنا طبعا يخليك. يعني لا نزكي دكتور علي الا على الله، يعني بجد من الناس اللي في كل ما علمها بيزيد، بالذات تواضع، ما بيتاخرش عن حد تاني زي ما احنا قلنا، طالب خريج، حد بيعمل ماجستير، حد بيعمل دكتوراه، حد شغال، ما بيتاخرش عن حد تماما. وهي دي الرساله اللي حضرته قالها، ان هو لا انا، لا انا لا اتسال هجاوب، مش هروح اجري ورا الناس اقول لهم لا والنبي تعالى اعلمكم، لا الاصل اللي بيسالني ده هو كوميتمنت ان هو يعرف معلومه، فانا واجب عليه ان انا ارد عليه. ودي حاجه احنا بناكد عليها وبنتعلمها من دكتور علي. انا طبعا يعني هقول تاني وتالت وعاشر ان انا كنت متشرف ان انا موجود مع دكتور علي ربنا يخليك، الفرصه دي، ربنا يخليك يا يا فندم. رب ان شاء الله يعني تتكرر المناسبه السعيده بالنسبه لي على المستوى الشخصي دي تاني. اني تايم في اي وقت يا ابراهيم، انا تحت امركم في اي حاجه حبيبي، اي حاجه انتوا عايزينها قولوا لي، ما فيش مشكله خالص. وعلى ربنا فكره يبارك فيك. بالنسبه للزميل اللي هو عايز اف ام ايز، اللي هو الفورميشن مايكرو ايمج، بورهول ايمج، لو هو ما لقاش حاجه اصل ممكن يلاقي كتاب، فممكن تمام يبقى صعب شويه. خليه، انا هقول لحمزه هنزل لكم يعني حاجه صغيره قوي كده على البورد، مش بحيث يبتدي منها، وبعد كده يقدر تمام يكمل بقى من الكتب. تمام يا يعني دكتور، هديله كورس بسيط قوي كده، مثلا 30 40 ورقه، يقدر يلخص له الدنيا عامله ازاي، ايه عظيم البرنسبلز جدا بتاعتي. ها، عظيم ما جدا. فيهاش مشكله تمام، خالص خالص. انا طبعا عارف ان احنا طول، بس كنت عايز افكر حضرتك بحاجه كنت انا كاتبها، قلت حضرتك يعني افكرك اتفضل. بيها، اللي هي اللي كنت عايز حضرتك تشير معاهم حاجه من السكرين عن الاي اي. يشرح ايه يا ابراهيم معلش؟ حضرتك كنت قلت لهم هعمل لكم شير من شير سكرين دلوقتي الحاجه في السلايد عن الاي اي. حالا نعمل لكم بيها شير سكرين دلوقتي، بس افتح الفايل حالا حالا ماشي يا دكتور افتحه. اتفضل. انا هعمل شير دلوقتي ماشي يا دكتور اتفضل. يعني شايفين السكرين بتاعتي دلوقتي؟ يا دكتور شايفينها؟ طيب المثال اللي قدامنا ده هوريك ازاي الكمبيوتر بيفكر، ازاي الكمبيوتر بيفكر كارتفيشال انتليجنت، هيعمل ايه؟ ها، علشان يشيل حاجة ويحط حاجة وانت اللي بتعمل له جايد. فانت عندك من الشمال لليمين A B C لغايه ما نوصل ل N، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 موديل. ده ويل. تمام الويل الاولاني من على الشمال ساند، شايف حته الساند دي ايه؟ تمام وعندك فيه هنا اهوت، في عندك ليجند على الشمال اهو، الساند لونه اصفر بلوكي، لما في عندي اللون ده معناه ان اللون نوت نت جروس، يعني كميه تمام النت جروس بتاعت الساند قليله قوي. تمام الباوندنج مدروك، ده المدروك اللي حواليه. بعد كده الباك جراوند شيل لونه ايه؟ اخضر. فالبير الاولاني نسبه الساند شايف كبيره ازاي؟ والشيل تحت والمدروك فوق وتحت. طب واللي بعده الساند عمال يقل، طب اللي بعده دخل معاه شويه مدروك، كل واحده من دول قصادها مباشرة تحتها الريسبونس بتاع السايزميك. تمام يبقى لما يبقى عندي الساند بلوك كده وعندك المد روك حواليها، هيبقى لك الامبليتيود دي. تمام طب لما تقل الامبليتيود دي، طب تفضل متغيره، خد بالك دول متغيرين، لو دققت عليهم متغيرين مش بالضبط شبه بعض. بالضبط الكمبيوتر لاحظ الفروقات دي كويس جدا، لغايه بالضبط ما في لحظه من اللحظات الساند خلص، اتقلب اتقلبت، بدل ما هي ديكايه بقت ايه؟ ترفايه. خلاص تمام طب وابتدى بعد كده الساند يحصل ايه؟ يظهر تاني. يظهر، يظهر تاني. الله، يبقى اذا الكمبيوتر يقدر يعرف ده مباشره من بس من ايه؟ من توزيع الساند والشيل، يقدر يحط لي في الموديل، اقدر احط في الموديل ده قدام عينيا. ممكن اغير تمام ايه بقى في الموديل ده؟ انا ممكن اثبت الساند، اثبت الساند دي واغير تمام جوها مين؟ الفلويد. تمام اقول له مره حط لي جاس ومره حط لي اويل. ده احنا ساعات بنغير، طب لو الاويل ده تقيل، لو اويل خفيف، بالضبط ما الريسبونس مختلف في الحالتين. طب شويه حط تمام لي ميه، طب الميه التركيز بتاعها مش عارف ايه، كل الكلام ده نقدر تحطه قدامك عشان تقدر تطلع في النهايه
يقول للكمبيوتر يعمل لك سايتنج ليه. فهيسهل لي جدا موضوع الانتربريتيشن بعد كده يعني. موضوع الانتربريتيشن ده لا، ما هو هو اللي هيعمل لي يعني، هو اللي هقول بالظبط له انت خلاص مش اتعلمت، اقول له طب امشي لي بقى على المربع ده وقول لي ايه الحكايه، اكسبكتيشن تمام. بتاعتك ايه، هل الساندي بيزيد في الاتجاه ده ولا الساندي في الاتجاه ده ولا الشيب في الاتجاه ده. الله، ده انا ممكن اخد الكلام ده وادخله بقى فين، ادخله في حساب الاستاتيك موديل بتاعي، يبقى التانك بتاعي بالظبط يعني ما يبقاش كله ساند مربع ساند وبحسب، لا ده انا عارف بتزيد فين وبتقل فين اللي من السايز بيك، واخد الكلام بالظبط ده كله احطه في الاستاتيك مود، يبقى اقدر احسب فوليومتريك مظبوطه. ها، تمام. ده اللي كنت عايز اعمل له شير معاك، واحده من ضمن ال عظيم جدا يا دكتور، يعني معلومات بصراحة، يعني فعلا تخصص جديد، وهو ده اللي ممكن فعلا الناس لو هي بتدور على فرص زي ما حضرتك قلت هتلاقي فرص كتير جدا في الموضوع ده، لأنه موضوع جديد فعلا يعني. موضوع جديد، ده موضوع من الحاجات اللي انترستنج جدا وسهله مش صعبه يعني، تمام العمليه سهله، ما هياش مش بالصعوبه اللي ممكن تخليك انت تبقى مش بالظبط. طبعا معلش يا دكتور في كذا سؤال وصلوا، معلش مفيش يعني مشكله نجاوب عليهم سريعا. بالصحه سوا، مفيش مشكله. هما الناس يعني خدوها أمسية بقى، فايه يعني لا، مفيش مشكله، ربنا يجعل ميزان حسناتكم كلكم، يا مفيش رب يا مشكله، دكتور. انا ما عنديش مشكله. طبعا هو حد بس يعني هشام العربي بيسأل الديفرنشيشن بين الريزرفوار انجينير والمود لوجر، فطبعا هو اكيد الفرق كبير، بس ممكن حضرتك توضحه يعني. لا، الريزرفوار انجينير ده راجل اساسا باي باك جراوند مهندس، تمام ها، ومهندس اشتغل في الريزرفوار، يعني الريزرفوار ده يقدر يدرسه هينتجه ازاي، البروست فيه متوزعه ازاي، البرمابيلتي فيه متوزعه ازاي، ايه المشاكل اللي موجوده فيه، هينتجه ازاي، كل الكلام ده البروسيفار والبرودكشن انجينير مع بعضهم. فده راجل اساسا بيشتغل في الديفلوبمنت جوه تمام المكتب، تمام، يعني اساسا شغلته جوه المكتب، بيشتغل دراسات جوه المكتب. لكن التاني ماد لوجر ده حاجه تاني خالص، ماد لوجر ده راجل بيشتغل في الحقول، في في الحقول اليونتس صح اللي بتحفر، علشان يبقى بيخلي باله من الماد والكاركتر بتاعت الماد اللي احنا بنحفر بيه، فده كاتيجوري وده تمام كاتيجوري. عظيم جدا. في حد يا دكتور بيقول انا كيمياء جيولوجيا وكنت حابب اتعلم مواد جيوفيزياء، ده ممكن ولا لا؟ ولو ممكن يعني اعمل ايه او ابتدي ازاي؟ طيب، خليك تارجتد، يعني انا بحب دايما التعلم الموجه او التعليم الموجه، يعني علشان ما اضيعش امكانياتي اخلي تعلمي موجه. يعني ايه؟ لو انا عايز اسيب ده واعمل كارير شيفت، يبقى ماليش دعوه بالجيولوجيا والجيوفيزيك، مش كده؟ اشتغل امن تمام صناعي، اشتغل بالظبط ده، اشتغل في دي، بالظبط هواجه كل امكانياتي لده. طب انا عندي كيمياء وجيولوجيا، طب ايه اللي جاب الجيوفيزيكس بقى؟ هو بيتكلم. انا حابب الموضوع وحابب ان انا حابب اتعلمه. الموضوع، يبقى كويس كده، يبقى انا دلوقتي انا حابب الموضوع عشان عايز اشتغل فيه، مش حابه الحب لله. ها، ما هو مش الحب عشان اقعد لله ده اقرا مش كورسات وخلاص. الحب ده كده مش هيعمل حاجه، انا عايز احبه عشان يديني فلوس عشان اعيش، معلش، بالظبط وانا بالظبط بتعلم عشان ابقى بوزيشن كويس قوي عشان اقدر اعيش، انتج بالظبط يا واعيش. دكتور، انما لو احنا هنتعلمه كعلم، كعلم احنا مش بنقرا كتاب ثقافه عاديه، مش علم مجرد وخلاص يعني. لا، ده ما فيش حد بيشتغل كده، كل الشركات الكبيره جدا لو العلم ده مش هيجيب لها فلوس مش هتعمله. من الاخر لازم يبقى له تارجت في النهايه ايكونوميك، بيرتد عليه مردود ايكونوميكس، فبالتالي هو هيقدر يتعلم جيوفيزكس، بس لازم يسال نفسه انا عايز اتعلمها، انا بحبها، بس عايز اتعلمها ليه؟ عايز اشتغل فيها، لو عايز اشتغل فيها اقول لك تقرا في ايه وتجيب ايه، وانا قلت الكلام ده في البدايه عشان تبقى راجل بالظبط جيوفيزكس محتاج الديسيبلينز دي. بالظبط. وحضرتك لو كنت عايز تعمل كده شفت تعمل نفس الكلام. وده زي اللي احنا قلنا عليه بالظبط، اللي حضرتك مؤكدنا عليه وحضرتك اكدت عليه في الاول، ان انا مش معنى ان انا حاجه بحبها بس خلاص هي دي اللي انا هشتغل فيها، لا لا، بص انت الحاجه دي بحبها هتديني ايه في المقابل يعني. لازم اقول انا واضح ليا رؤيه انا بعمل كده ليه، في يعني لما محمد ابو عارف عامل زي ايه، لما تجيب انت راجل جيولوجي وتروح جايب كتاب ستراكشر جيولوجي وتقول انا بحقق رؤى من الجلده للجلده، مين قال لك اعمل كده؟ بالظبط ومين قال لك ان ده صح؟ مين قال لك ان ده صح انك تجيب كتاب هاخد اللي ستراكشر يفيدني. جيولوجي وتاخد، عمرك ما هتعملها ولا هتقدر تخلصه. لا، بالظبط انا محتاج الاستراكشر جيولوجي في الحته دي، سي انا محتاج اشتغل مثلا على الكومبريشن ريجيم، الرجيم. يبقى تمام هجيب الحاجات اللي داله على الكومبريشن ريجيم وهقراها علشان استخدمها في البروجكت، مش كده ولا ايه؟ لان خلاص تمام الكورس بتاع الاستراكشر جيولوجي انا خدته في الجامعه، بالظبط انما انا هنا القراءه موجهه، باخد قراءه توجهني في الحته دي اللي انا محتاجها. هو ده بالظبط. نفس الكلام، زميلنا اللي بيتكلم ده نفس الكلام. في حد يا دكتور محمد ابو رحاب بيسأل حضرتك السن بيأثر على فرص الشغل ولا لا؟ فرانكلي فرانكلي طبعا بيأثر، يعني انت اسأل نفسك، انت راجل في الشركه في شغل وعندك اتنين، عندك واحد عنده 40 سنه واخد بالك، واحد عنده 25 سنه، والاتنين ممكن يؤدوا الوظيفه، تاخد مين؟
تمام. على طول ما اعتقد مين. في هشام العربي بيقول يا ريت يا دكتور حضرتك شرفنا تاني، والف مبروك والف والف شكر، وربنا يبارك في عمر حضرتك. الله يبارك فيك. وحمزه جزاك الله خير. وهمسه شكرا على وقت حضرتك لا واستفدنا. والله يا همسه بصراحه، انت بنت ب 10 رجاله، زي واحده بجد تاني لا بتتفرج علينا دلوقتي، ولا انت بنت ب 10 رجاله، انت كمان بنت ب 10 رجاله، ما شاء هي الله اكيد عليك. سامعه، وده مثال للبنات والله الموجودين. انا بجد لا لا الرساله لا قلت بصراحه في الاول انا بيعجبني جدا من البنات كمان، هي ديترمنت، هي عندها تارجت بالظبط. وعايزه توصل له وهتوصل له. لا كويس انا جدا. يعني لما قالت لي، يعني حتى انا كنت سالت واحد، قالت لي يعني هي قالت لي لما قالت هعرض الموضوع على دكتور ابراهيم عشان فكره اللايف دي، قالت لا انا هعرضه. لما قالوا لها بلاش والموضوع صعب، قالت لا انا هعرضه وهقنعه. لا لا فالموضوع ما ما شاء خدش الله غيرها ديترمنت، مثلا ما شاء الله. 5 دقائق، يعني بقول لها طب صعب وكده، انت تاخد شوف الفيديو ده وخلاص. يعني لا ربنا يبارك فيها يا رب ان شاء الله. لا لا ما شاء الله، ربنا يكثر من امثالها يا رب. طبعا الناس كلها بتشكر حضرتك على الوقت و طبعا بيقولوا دايما، يعني في حد برضه بيقول ان حضرتك يعني وجود حضرتك بالنسبه لهم دايما، او ما بيشفق على فترات عندنا في الجامعه او حتى في لايفز زي ده، بتديهم امل دايما ان هم يفضل شغفهم موجود في البترول، لانك دايما لما الامل بيروح هم اصرارهم على المذاكره والكلام ده كله موجود. بس للاسف في ناس كتير بتطلع تحبطهم، او ما بيقولوش زي ما حضرتك بتقول كده ان انت عارف هدفك فين، يعني اجري وراه او خليك ده ديترمنت. حقيقي، ده حقيقي، ده في اي زمن وفي اي عصر. بص ان شاء الله في واحد، ليه ما يكونش واحد من 50 دول هيتعين في شركه بترول هو انت؟ اسال بالظبط نفسك يعني ليه ال 50 اللي عندك 50 واحد هيتخرجوا معاك، انت الوحيد اللي هيتعين في شركه بترول، ليه ما يكونش انا؟ ليه؟ بالظبط ليه؟ ما فيش حاجه تمنعني، مش كده ولا ايه؟ بالظبط طالما بالظبط بالظبط ربنا سبحانه وتعالى موجود وانا باخد بالاسباب خلاص، لو ما خدتهاش يبقى خلاص ربنا راضي بكده، او انا راضي بكده. تمام. خلاص بقية الأسئلة تقريبا يعني إيه، بيشكروا حضرتك على الوقت والمجهود، وإحنا لا طبعا اني تايم يا ابراهيم، انا تحت امركم في اي حاجه، شكرا وربنا يا يا رب حمزة، يوفقهم جميعا. وربنا يا رب يبارك لنا دايما في حضرتك يا دكتور. وطبعا تسلم. بنشكر حضرتك على الوقت، وربنا يا رب يجزيك خير، ونشوف حضرتك دايما على خير، وكل سنة وحضرتك طيب. انت وشكرا طيب يا للناس حبيبي، اللي انت كانوا موجودين طيب معايا. طبعا يا دكتور الرقم النهارده متابع الأرقام يعني في جنب كده، الرقم طبعا اللي تابعونا النهارده كبير جدا. نتمنى يا رب كل واحد داخل سامع معلومة ربنا يجزي حضرتك بها خير يا رب دايما، ربنا ويزيد يكرمك، حضرتك ربنا علم، يخليك يا ابراهيم في اي وربنا يبارك وقت. في حضرتك وشرفنا بوجود حضرتك، وشكرا لحضرتك جدا. تسلم يا ابراهيم، انا متشكر جدا، وتحياتي ليكم كلكم وهمسه وانت والمجموعه اللي قامت بالشغل ده كله، وانا معاكم لو عايزين تعملوا اي حاجه تاني، لو في التريننج بس خليكم على كونتاكت معايا، وربنا أكيد يا يقدم دكتور، فيه خير باذن الله ان شاء أكيد الله. موضوع التريننج ده بإذن اه الله هنتواصل مع دكتور عبد العزيز عميد الكلية، وهنعرض عليه الفكرة، وإن شاء الله بإذن الله يا رب يكون الرؤية اتضحت بعد العيد. ما فيش ولو مشكله، وانا ممكن الموضوع اكلم صعب دكتور عبد العزيز، يعني احنا بنتكلم بعض باستمرار، ما فيش مشكله تمام، يعني. يا لو ريت في اي حضرتك حاجه برضو عايز تفاصيل يقول لي عليها وانا اعملها لكم ان شاء الله. تمام، حضرتك برضو تدينا سبورت كده. يعني احنا دايما الأمل بتوع الشباب في الجامعات الأقاليم زي ما حضرتك عارف، هم الناس اللي حضرتك يعني ايه دايما هم ناس معطائين، يعني عندهم العطاء دايما لا لا ليه، ده انت زي الفل والله، ده انت كده ما شاء دايما الله. موجود. اقول لك حاجه، انتوا السيشن اللي انتوا عملتوه مثلا عين شمس ما عملتوهوش، هي مش جامعه اقاليم، بس عين شمس ما قدرتش تعمل ما سيشن احنا زي بقى احنا بنقول دايما ان الناس عندنا بس محتاجه الفرصه، يعني الناس محتاجه الفرصه لانها بس ايه تاخد مساحه للابداع شويه، ويلاقي اللي يشجعهم، ويلاقي اللي فعلا ياخد بايديهم. يعني لا باذن ان الله شاء الله تحت امركم في اي حاجه ابراهيم، باذن الله ان باذن شاء الله. الله يا يا دكتور، رب يوفقكم ان شاء الله، ورمضان كريم علينا وعليكم. علينا وعلى حضرتك دايما يا رب. الله يبارك فيك يا ابراهيم، الله ماشي يا دكتور، يخليك. ماشي يا اتفضل ابراهيم، يا دكتور، اتفضل يا اتفضل حبيبي، يا دكتور، امان اتفضل. الله، مع الف سلامه، مع شكرا السلامه. شكرا.